ولا كل حاجة ما انت فاهمينها. يبقى لا تفتح المايك، تكلموا عادي، خذوا راحتكم. طيب عندنا أول حاجة respiratory tract infection. قبل ما نبدأ هنشوف الأوتلاين هنتكلم عن حاجة كده بريف، الكومن respiratory sign symptoms، بعدين هنبدأ ندخل على الأبر respiratory tract infection واللور respiratory tract. يعني ما هي كل infection في حاجات يعني، بس الحين هنشوف كيف هتكون التقسيم. طيب أول حاجة عندنا common respiratory sign and symptoms، وإننا نتكلم عن respiratory، فغالبا الأم لما تيجي وبتجيب ولدها أو بنتها حتكون المين كومبلين أو الشيف كومبلين في الأغلب كف. طيب هل ممكن تيجي بسان symptoms تانية؟ أيوة، زي إيه؟ زي الأبنية. الأبنية إنه البيبي فجأة نفسه بينقطع، طبعا هذه لها كرايتيريا معينة عشان نقول إنها أبنية. عندنا كمان الستريدور، طيب وعندنا الويزينج والجرنتينج، وفي ريسبيراتوري ديستريس ساين. طيب بالنسبة للكف احنا عارفين انها بروتكتيف ميكانيزم تكلير الاير واي. الابنيا يكون متى حقول انه ابنيا يكون في كذا انقطاع في النفس يكون تقريبا لمدة 20 ثانية، او انه يكون اقل من 20 ثانية لكن يكون في براديكارديا، يكون معاه ساينوسيز أو بلر، وقتها حقدر أقول أبنيا. طيب في حاجة اسمها بريوديك بريثينج، هذه غالبا تكون ممكن في الإنفنت، نلاقيها تقريبا أقل أكثر من 3 ثواني وأقل من 20 ثانية، بس إنه هذا غالبا يعني يكون طبيعي مو زي الأبنيا هذه اللي حيجي يشتكوا منها. بالنسبة للسترايدر، السترايدر هنا حنعرف إنه هذا obstruction في الأبر إيرواي. من يوم ما نسمع كلمة سترايدر حنعرف إنه obstruction في الأبر إيرواي، بعكس الويزنج. الويزنج لما نسمع إنه في صوت صفير حنعرف إنه في اللور، والديفرنشال دياجنوسيس تبعنا غالبا حيكون فين؟ في اللور. طيب وإيش كمان؟ والجرانتينج، الجرانتينج هذا ممكن أوقات يعني حتى وإحنا عندنا أي بيب في البيت ترى ممكن نسمع الصوت ده طبيعي بدون ما يكون عنده أي حاجة، وممكن يكون واحد من الساينز تبع respiratory distress، وحنشوف الساين دحين بعد شوية. طيب هذا الساين للrespiratory distress. عندنا البيبي حيجيب nasal flaring، حنشوف نفس من أطراف أنفه بيتحرك. إحنا الطبيعي لما بنتنفس ما بنشوف في حاجة بتتحرك في أنفنا، هم لا، حيكون في نازل فليرينج، حيكون في increase للrespiratory rate، حيكون البيبي تاكيبنيك، لو قسناه حيكون أعلى من المعدل الطبيعي. طبعا التاكيبنيا أو الrespiratory rate حيفرق، بما إنه إحنا بنتكلم عن بيديا فالنورمال رينج حيفرق من عمر لعمر. طيب في الكلاب فينجرز هذه إذا كان عندنا كرونيك هايبوكسيا، لكن حاجة أكيوت غالبا ما حنشوفها. عندنا كمان أهم حاجة اللي هي الكوستل أو سب كوستل والستيرنل أو سب ستيرنل ريتراكشن. الطبيعي إحنا لما بنتنفس ما في حاجة من عضلات الجست بتتحرك، يعني كده منطقة معينة بجهد يعني أعلى من المعتاد، لكن في الأطفال اللي عندهم respiratory distress هنلاقي إنه نفس العضلات اللي suprasternal retraction، المنطقة اللي فوق الاسترنال هنلاقيها كده في كل مرة يتنفس هنلاقي إنه منطقة بتدخل على جوه مرة. طيب ونفس الشيء في subcostal اللي هو تحت الأضلاع، طيب في كل مرة بيتنفس تحسوا إنه جهد بيعمله عشان ياخد نفس. طيب وبرضو عندنا الويزينج والسترايدر برضها من الريسبيراتوري ديستريس.
respiratory distress بيقولوا الأوسكي يعني سمعت إنه حيكون عليه درجات كتيرة، فلازم لما تيجوا تعملوا examination لازم تذكروا إنه ما في respiratory distress sign، تقولوا ما في لا suprasternal retraction ولا subcostal retraction، البيبي not tachypneic، ما في نازل flaring or use of accessory muscle، ما في wheezing، stridor. الstridor ترى أوقات ممكن كمان نسمعه بدون ما نعمل auscultation، ممكن كده هو يعني هو قاعد قدامك بتسمع صوت الstridor. طيب فلازم في الexamination بعدين في الأوسكي من الحاجات لازم تذكروها هذه الحاجات، هذه الساينز. بعدين عندنا هذه respiratory distress signs، هذه غالبا انه بس بوروكم انه كل sign وتكون فين اكتر حاجة في اي age group، فمو بالضروري ممكن تكون زي النازل فلاري، مو بالضروري يكون في الاطفال اللي عمرهم اقل من سنة، ممكن ترى تلاقوهم يعني في اللي اكبر، فهذه يعني بس اعرفوها. لكن اهم حاجة في الاختبار لا تنسوا ايه تقولوا إنه ما في لا نازل فليرينج ولا سبكوستال تشست ريتراكشن ولا سوبرستيرنال ريتراكشن. طيب بعد ما خلصنا من الريسبيراتوري ديستريس عندنا حندخل في حاجة في ريسبيراتوري فيلير. البيبي لما بيجي المستشفى طيب أو الطفل حيكون زي كده في ريسبيراتوري ديستريس، إذا إحنا ما عملنا مانجمنت للمشكلة الطفل ممكن يدخل في ريسبيراتوري فيلير. طب أنا متى حقول إنه البيبي دخل في respiratory failure؟ لازم يكون في decrease أو absent للrespiratory breath sound، خاصة إنه أنا أول ما يجي البيبي لازم أعمل له assist من يوم ما يجي، وأعمل له assist كل شوية، كل بعد نص ساعة ساعة، يعتمد على حسب إيش حالته وإيش وضعه في الترياج. طيب فأنا لو جيت عملت واحدة من الكلينيكال كريتيريا إنه حلاقيها إنه قلنا decrease أو absent للrespiratory breath sound، السيفير انسبيراتوري ريتراكشن يعني في كل مره بياخذ نفس حلاقي الريتراكشن سيفير. طيب حيكون عنده سينوس، السينوس غالبا اذا وصل الاكسجين 40% او ديكريز ليفل اوف كونشسنس، وعندنا البور سكيليتال ماسل جون. الفسيولوجيك الكرايتيريا هذه غالبا من الاي بي جي لما يعملوها حيكون الريزلت انه سي او 2 اكثر من 65، ولكن الأكسجين يكون أقل من 100. طب هذه الكريتيريا يعني لازم تكون كلها موجودة عشان أقول respiratory failure؟ لا مو ضروري، هيكون عندنا 3 من الكلينيكال وواحدة من الفسيولوجيكال، يعني ممكن يكون عندنا absent respiratory breath sound وcyanosis وdecrease the level of consciousness، وفي الفسيولوجيك يكون مثلا عندنا CO2 high أكثر من 65، هنا وقت أقدر أقول respiratory failure. طيب واحدة كمان من الأشياء اللي لازم تعرفوها لما نيجي نعمل الـ ABG، طيب لما نيجي نعمل الـ ABG والبيشنت يكون في respiratory distress، دقيقة ممكن تكون أيوه. طيب في respiratory failure في نوعين، في type 1 و type 2. طيب غالبا في type 1 معروف إنه إيش يكون عندنا CO2 والأكسجين لا. طيب لكن في تايب 2 حيكون عندنا السي او 2 هاي، فهذا اللي يفرق عندنا. طيب نحددها بطريقه ثانيه، تايب 1 يكون الاكسجين لو، تايب 2 يكون البايكار او عفوا مو البايكار بس سي او 2 هاي. طيب ايش اللي بوصل له؟ الشخص لما يكون في respiratory distress أول ما يجي إيش حيكون عندنا؟ hyperventilated. طيب فإيش بيحصل؟ بيحصل wash out للـ CO2، بيطلع كل الـ CO2 من كتر ما بتنفس يتنفس يتنفس. طيب فهنا إيش حيصير عندنا؟ الـ CO2 في الجسم حيقل، والـ CO2 بطبيعته acidosis. طيب فلما الأسيد بيطلع من جسمنا بكمية كتيرة إيش حيصير عندنا؟ بدل ما يكون في النورمال بي اتش حيروح عندنا للالكالوسيس، حيرتفع البي اتش ويدخل الكالوسيس. ليه؟ لانه خسر a lot of CO2، والCO2 زي ما قلنا اسيديك، حيدخل في respiratory الكالوسيس.
صح إنه هذا abnormal، لكن هذه العلامة إنه يكون عندنا respiratory arthrosis بتطمني. ليش؟ بعرف إنه لسه الشيست بيشتغل، البيبي نوعا ما قادر يتنفس وبيطلع CO2. لما يجي لو ما عملنا management والطفل بدأ يدخل في respiratory failure، إيش اللي حيصير؟ CO2 يحصل له accumulation في اللنج، فبدل ما إنه بيطلع بكثرة من الشيست حيبدأ يتراكم في اللنج، وبدل ما يكون عندنا الكالوسيس يبدأ يصير نورمال، بعدين حيدخل في أسيدوسيس. ليش؟ لأنه CO2 اتراكم عندنا في اللنج، وكل مرة بيتراكم فيها لين يحصل عندنا الحاجة اللي اسمها سايلنت تشيست، أو إنه خلاص البيبي ما عاد يقدر يتنفس، والمصل يحصل لها exhausted. طيب خلاص ما عاد يقدر يتنفس، CO2 تقعد في اللنج ويحصل CO2 retention، وإنه CO2 قلنا أسيد معناته حيعمل لي أسيدوسيس، حيصير عندنا respiratory acidosis بدل respiratory alkalosis. عرفتوا ولا لخبطتكم شوية؟ فهذه يعني أهم يعني كده اللي أبغاكم تعرفوه في موضوع respiratory failure وال criteria. طيب respiratory أي دقيقة، أي نقطة حقت الأسيدوسيس والألكالوسيس؟ طيب هو في البداية الطفل حيجينا respiratory distress، بيتنفس يعني بجهد زيادة عن اللزوم. طيب بنلاقيه تكبك وفي ديستريس، لو عملنا له اي بي جي حيكون عنده respiratory alkalosis بسبب انه CO2 اللي هو بطبيعته اسيد خرج من الجسم، فصار الالكلاين في الجسم اكتر. طيب عشان كده صار عندنا respiratory alkalosis. بعدين الطفل لو بدأ يتعب خلاص ما عاد صار يقدر يعمل ventilation ولا يقدر يعمل inspiration واكسبيريشن، والمصل بدأت تتعب، الشست مصل بدأت تتعب، ما حيكون في ventilation، هو في البداية كان hyperventilation. طيب الحين بدأ يتعب، بدل ما صار يخرج CO2 كتير وبزيادة، لا CO2 بدأ يقعد في اللنك ويحصل له accumulation في اللنك. طيب لما بدأ يحصل accumulation في اللنك، هو كان الكالوزيس في البداية، مع الأكيوميليشن بدأ يتحرك وصار نورمال بي اتش. لو كمان سبناه شوية ودخل في respiratory distress حيصير عندنا CO2 retention، والCO2 حيتراكم في اللنج وحيسبب لنا أسيدوسيس. تمام كده؟ فحتى بعدين دكتور محمد لو حيشرح لكم حيقول لكم إنه أوقات على أي أحد ترى ممكن يدخل في شوفوا إحنا بنتكلم عن respiratory. طيب فأي respiratory disease ممكن تدخل البيشنت في respiratory يعني failure في الأغلب، يعني من ضمنهم الأزمة. طيب يدخل يجوكم أصلاً أوقات respiratory distress، patient جانا respiratory distress ما عملنا له management ممكن يدخل في respiratory failure. طيب إيش كنت بقول لكم؟ أيوة حتى بعدين الدكتور حيقول لكم إنه مو ضروري إنه كل نورمال في زي هذه الحالة بيجين في respiratory distress وفجأة كان عنده respiratory alkalosis وفجأة الـ pH نورمال، أنا هنا أخاف لأنه أعرف إنه هنا البيجين ما هو قادر يتنفس بعد كده. عرفتوا؟ فهذا النورمال اللي يخوف. طيب بعدين عندنا respiratory tract، حنقسم الديزيز على أبر ولور respiratory tract infection. طيب قلنا الأبر respiratory tract infection غالبا البيشنت مو شرط infection، حنشوف التقسيم الحين، حيجونا بسترايدر. طيب غالبا حيكون إما anaphylaxis اللي هو دحين كل حاجة حنشرحها، بس يعني هنا التقسيم وكيف موضحينه. عندنا الأنفلاكسيز، عندنا الإبوبلوتايتس، عندنا الريتروفورينجيال أبس إيو أبسيس واللارينجيو ميليشيا، وعلى تحت كمان شوية في اللارينجيو اللي هو كرو والفورين بادي أسبيريشن. طيب وعندنا البكتيريال تراكايتس، هذه كلها في كمان البرتاسيز ما هو مكتوب هنا،
برضو يعمل لي سترايدر. فأنا من يوم ما أسمع سترايدر على طول إيش أفكر في differential related للأبر respiratory tract infection. طيب هنا قسمنا الديزيز على حسب اللوكيشن، هنا ممكن نقسمهم على حسب التمبريتشر. طيب فإذا جانا بيشنت بسترايدر وإفيبراي أفكر في ثلاثة حاجات، من ضمنها الفورين بدي أسبيريشن والأنفيلاكسيز أو الأنفيلاكتيك شوك واللارينجوميليشيا. دول البيشنت غالبا يجوني التمبريتشر تبعهم نورمال، لكن لو جاني بيشنت بلو جريد فيفر لسه زان 39 وقتها أفكر في الكروب والبرتوسيز. لو جاني بيشنت بهاي جريد فيفر مور ذان 39 وقتها أفكر في الإبوبلوتايتس وبكتيريا تركايتس والريتروفارينجيال أبسس. تمام؟ واضح لحد الآن؟ طيب أول حاجة عندنا اللي هي الفورين بادي أسبيريشن، وهذه أسهل حاجة، هذه حجيكم ممكن بسترايدر عشان أختصر لكم الموضوع، ممكن تجي بسترايدر وممكن تجي بويز. لو جاءت بسترايدر أنا أفكر أكتر إنها إيه تكون ستك في الأور إيرواي، لو جاءت بويز فإحنا هنا حنفكر بإنها حصل لها ستك فين في اللور إيرواي. طيب والفرق بدي أسبيريشن معناها إنه بيبي كان بيلعب أو كان بيأكل فجأة وقف الأكل في حلقه، بالأصح في الإيرواي يعني حتى مو في الأسوفيجس، في الإيرواي. طيب غالبا حنلاقيهم في الأطفال اللي عمرهم من سنة لثلاث سنوات، زي ما قلنا ممكن يكون في الأبر أو اللور. لو كان في اللور مين اللي حيكون في رايت مين برونكس؟ أحد يعرف ليش؟ كده كانوا دائما يقولوها في الأناتومي. لأنه اللاين والتراكية هي تكون كده فيرتيكال أكتر، مايل أكتر في اللنك. طيب فلما الفورين بدي بينزل يعني انتو كده خدوها أي من أي ناحية حيتزحلق أكتر كده من الآخر. فعندنا الـ right main bronchus vertical أكتر، فعشان كده بروح في الأغلب في الـ right main في الـ right lung أو الـ right main bronchus شنو vertical أكتر. طيب ممكن يعمل airway obstruction، الـ obstruction ممكن يكون إما complete أو partial. طيب لو كان complete غالباً حيحصل collapse للـ respiratory structure في الجهة اللي يكون فيها إيش obstruction. طيب حيكون عندنا atelectasis اللنك، حيبدأ يحصل لها collapse. طيب لأن حصل complete obstruction. طيب لكن لو حصل partial airway obstruction فغالبا حيصير عندنا اللي هو حاجة يسموها ball valve. فغالبا ما يعرف كيف أفهمكم هي، بس إنه في حيحصل build up للبرشر في الديستل للobstruction. طيب هو بعض الأحيان دي الobstruction بتعمل زي ما بقول اللي هو one way valve. طيب بتسمح إنه الهواء يدخل لكن لما يجي يخرج ما يقدر. طيب ومو بس هنا في حاجات تانية بتعمل زي كده موضوع one way valve، بعدين حتعرفوها في التراما. طيب الفورين بادي اسبيريشن، طيب الكلينيكال فيتشرز ممكن نحس نقسمها الى كومبليت ايرواي اوبستراكشن، ممكن نقسمها الى بارتشيل، او هنقسمها الى ابر او لور. طيب فاحنا هنا حنشوف اذا كان كومبليت او بارتشيل. اذا كان كومبليت فغالبا حيكون البيشنت ان ريسبونسيف، ما يقدر يتكلم يعني أو ولا يقدر يكح ولا يقدر يبكي ولا أي حاجة، حتى ممكن يكون في ديستريس على حسب يعني. وغالبا دول الكومبليت ايرواي اوبستراكشن هم ترى البيشنت اللي بنعمل لهم، شفتوا لما تاخذوا الكورس حق السي بي ار البي ال اس، لما يعلمكم كيف تعملوا مانجمنت للبيشنت اللي تشوكينج، دول غالبا هم هذول اللي حصل لهم ايرواي اوبستراكشن.
طيب، وهدول ممكن يفقدوا وعيهم. طيب بالنسبة للبارتشر، غالبا الطفل أو الشخص يقدر يكح، يقدر كذا كل العلامات اللي بتقول إنه في حاجة واقفة في حلقه، حتلاقي إنه في ديزني ما بيتنفس كويس، صوت البريثينج ما هو زي الطبيعي، في diminished breath sound، وزي ما قلنا حاجة بسترايدر أو ويزينج على حسب. طيب ولو عملنا بيركشن هنلاقي إنه في هايبر ريزونانت في الأفكتد سايد، طيب لأنه إحنا قلنا الهواء بيدخل بس ما بيقدر يخرج تاني. طيب هنا نجي للأبر واللور، هو يعني أكتر حاجة يقومشوا عليها. قلنا لو كان أبر حيجينا البيشنت بسترايدر وبريسبيراتور ديستريس، ستيرنال ريتراكشن، يوز اوف اكسسوري ماسلز، ما يقدر يبلع، في درولينج للسلايفا والحاجات دي. دول البيشنت لما يجوني أبر، أول حاجة حعمل لهم هي نيك اكس راي، يكون لاترال فيو. طيب وبعدين حعمل لهم ريفير للاي ان تي عشان يعملوا لهم اللارينجوسكوب او النيزل اندوسكوبي، دول الابر. طيب فهنا يعني تقريبا الموضوع كل اللي عليك انه ايه، تعمل اسيس للبيشنت وستبلايز، غير كذا الاي ان تي هو اللي حيتصرف. طيب بعدين عندنا في اللور قلنا حيجي بويزنج، لما يجي ايوه ويزنج وكف والبريث ساوند حيكون absent في الaffected lung، دول ما حنعمل لهم neck لأنهم lower، حنعمل لهم chest x-ray. طيب posterior anterior و lateral، وأهم حاجة inspiratory و expiratory view. هم عادي في chest x-ray حيقولولك عملي inspiratory view، لكن في foreign body aspiration لازم نعمل expiratory view عشان نقدر نشوف الفرن بادي بشكل أوضح. طيب في حاجة ما هي واضحة ولا كل شيء تمام؟ تمام. طيب بعض الأحيان في الأبر إيرواي أكون في البداية سسبكتد إنه في الأبر إيرواي، وأجي أعمل نك إكس راي ما ألاقي الفرن بادي، فهنا وقتها أشك إنه إيش، إما الفورين بادي أصلاً ما بيبان في الإكس راي. طيب خاصة لو يعني كان في هاي سسبيشن إنه في فورين بادي أسبيريشن. طيب هنا وقتها لما يكون في بداية أبر، أفكر إنه ممكن أتحول لإيش، للور، فأنا هنا وقتها لازم أعمل الشيست إكس راي. طيب لأنه الأوبجكتيف أو الفورين بادي عادي ممكن يتحرك. طيب هذه حاجة. الحاجة الثانية، ففي الهيستوري كيف حيجيكم، حيجيك الأم بتقول لكم إنه ولدها سليم، ما عنده أي كوموربيديتيز ولا عنده أي كرونيك ديزيز، وكل حاجة كانت تمام، فجأة كده صار بيطلع منه صوت كده سدن، يكون مثلا كان بيلعب ولا كان بياكل وفجأة طلع منه صوت، لو صوت الاسترايدر أو الويزنج، ويكون هيلثي تشايلد وكل حاجة، عمره ما بين السنة للثلاث سنوات. طيب ويجي بالسنة والسيمتومز اللي قلناها، دول أكتر حاجة أفكر في إيه؟ في الفورين بادي أسبيريشن، وزي ما قلنا سترايدر أبر ويزنج لور، وعلى أساسهم حشوف إيش الانيشال مانجمنت أو إيش الانيشال ستيب، وبعدها إيش اللي هعمله بعد كده. طيب في اللور آخر حاجة ممكن حنحولهم حيعملوا اللي هو البرونكوسكوبي ويطلعوها. طيب نيجي بعدين للأنفلاكسيز والأنفلاكتيك شوك. طيب الأنفلاكسيز هو severe potential life-threatening reaction to a trigger such as an allergy. طيب يجيك البيشنت في المستشفى فجأة كده طلع له راش، طلع له بدأ مثلا يده تتنفخ، طيب لكن بيقدر يتكلم معاك بكل حاجة بسبب مثلا إنه أخذ دواء معين، أكل أكلة معينة، ممكن يكون هو already أصلا عارف إنه عنده حساسية من مكسرات أو دواء معين، وممكن يكون هو لا يعني هذه أول مرة، وغالبا في الأطفال ممكن يكونوا أول مرة إلا إذا كانوا يعني قد حصل لهم دي المشكلة، بس في الغالب يعني تحصل إنه أول مرة. طيب فهذا الأنفلاكسيز الأنفلاكتيك شوك. طيب هو شوك
والشوك إحنا عارفين إيش؟ إنه يكون البيشنت هايبوتنسيف، طيب؟ وهذه الشوك حاصلة بسبب إيه؟ بسبب الأنفيلاكسيس، يعني بعض البيشنت لو حصل لهم أنفيلاكسيس وما عملنا لهم مانجمنت ممكن يدخلوا في أنفيلاكتيك شوك، وطبعاً الأنفيلاكتيك شوك أخطر من الأنفيلاكسيس. في حاجة اسمها أنفيلاكتيك رياكشن، ودول البيشنت حيجوا بس براش. طيب دول اللي حيجونا بس كده براش غالبا بس حنعطيهم انتي هيستامين. صراحة ماني متأكدة، غالبا اتوقع ان هي نفسها نفس الارتكاريا بس ماني متأكدة، بس ان هما الاثنين الانفلاكتيك رياكشن والارتكاري حنعطيهم انتي هيستامين. الانفلاكسيس والانفلاكتيك شوك حاجة تانية. طيب طيب نيجي للأنفيلاكسيس، غالبا الساين والسيمتومز حتكون في السكين والميوكوز ميمبرين، حيكون في إريثيما، أرتيكاريا، سويلينج أوف أيليد، حنلاقي كده وجه منفخ، شفايف منفخة، أنجيوديما، أو ممكن حتى توصل لمرحلة إنه مو قادر يتنفس. طيب على حسب السيفيريتي. طيب بيجينا بالكح، في تشيست تايتنس، ديزنيا، سترايدر، ويزينج، هذه كل الحاجات ممكن يجينا بيها. الأنفيلاكسيس ما حيفرق مرة معانا، سواء هو حتلاقوا الموضوع يعني في التكسيمة موجود في الأبر واللور ريسبيراتوري. طيب فعشان كده الأنف حنضرب عصفورين بحجر وأشرح لكم إياه دحين. طيب عشان لما نشرح اللور بعدين نخلي المواضيع التانية. المهم حيجونا بكف وشست تايتنس وريسبيراتوري سيمتومز، وممكن بعضهم بيجوا بقصر انتستانل سيمتومز زي النازي والفوميتينج أو دم البين، بس أغلبهم حيجوا من الأول اثنين اللي هو سويلينج والارتكاري والإريثيما والديزني والحاجات هذه. ممكن بالسان والسيمتومز حدث الكارديوفاسكولر إنهم يدخلوا بهايبوتينشن، هنا وقتها حقول إيه أنفلاكتيك شوك، هنا حيكون حال يعني ER management. طيب مو زي الأنفلاكسيس، الأنفلاكسيس برضو ER management بس مو زي الأنفلاكتيك شوك. طيب فايش كيف حيكون المانجمنت؟ حنبدأ بABCDE approach، aortic airway، breathing، circulation، إذا كان في deformity أو distress. طيب هذه كمان مهمة برضو في الأوسكي، لأنه برضو ممكن تجيكم لأنه واحدة من الحالات تبعت الAR. طيب بما إنه جبنا سيرة الأوسكي، دائما لما يجوا يقولوا لكم أعملوا ما إيش المانجمنت طيب للبيشنت، وخاصة لما تكون حالة emergency لازم تبدأ ب ABCD approach و call for help و apply to large IV cannula و apply الأكسجين if needed والحاجات دي، بعدين تقولوا المانجمنت specific management للحالة هذه. طيب مرة مهمة النقطة دي. طيب فأول حاجة منها ER case حيكون ABCD approach. أول حاجة هنعملها removal causative allergy، إيش سبب الأنفلاكتيك شوك أو الأنفلاكسيز، هنبعده هنوقفه، إذا كان antibiotic إذا كان أكل معين هذه كلها هنوقفها. تاني حاجة هنعطيه إبنفرين يكون intramuscular في anterior lateral thigh، هذه مرة مهمة واحفظوها زي اسمكم لأنه يا حتجيكم في اختبار comprehensive summative اللي هو يا فوسكي حتنسألوا عنه. الإبنفرين يكون intramuscular في الانتيريور لاترال ثاي، والدوز يكون 0.01 ملي جرام بير كيجي. طيب هذه الدوز، فعلى حسب وزن الطفل انا ابدا احسب واعطي له. تمام، فيعني لو كان مثلا وزن الطفل 20 غالبا حاعطي له 2 ملي جرام. طيب إبنفرين في حاجه اللي هي مكتوبه 1 to 1000، هذه الديلوشن اللي هو ايش، هم لما يجوا يعملوا الابنفرين، هذه كمان خاصه في الادويه بعدين حقت الاطفال اللي تكون شراب وما اعرف ايه، يعني تلاقوها ايش الفكره منها، 1 هذا 1 جرام من الابنفرين عملوا له ديلوشن في 1000 ام ال من النورمال سلاين. طيب فصار عندي كل واحد ميل في الوين ميليجرام. طيب فهمتوا النقطة دي ولا لخبطتكم فيها شوية؟
طيب بعدين يعني زي مثلا الباراسيتامول، احنا عندنا قارورة كاملة كم فيها مثلا كم ملي؟ 30 40 ملي. طيب لما انت ما تحسبيها بعمر الطفل، تحسبيها بوزن الطفل، يعني تشوفي الطفل كم كيلو جرام وتبدأي تحسبيها. يعني زي ما هنا قلت لك يكون الطفل مثلا وزنه 20 كيلو جرام. طيب والجرعة حقتي هنا بالنسبة للإبنفرين 0.01. طيب لكل كيلو جرام من وزن الطفل، فأنا عندي الطفل 20 كيلو جرام، فأنا كم حعطيله ميلي جرام؟ حعطيله 2 ميلي جرام. طيب لو بردك ملخبطة قولي لي. طيب تمام. طبعا هذه حنعطيها للطفل أول ما يجي، لأنه في ال... ما أعرف إذا شرحوا لكم هي قبل كده أو لا، في الـ ABCD في كل حاجة أنت بتعملي أسيس ليها، لما تيجي تعملي أسيسمنت للـ Airway طيب لازم يكون فيها intervention لو كان يعني كان في abnormality. طيب في الحالة هذه ما يحتاج غالبا تعملي intervention، لأن المشكلة أساسا سببها الأنفيلاكسيز وحلها على طول الإبنفرين. ومجرد إنك تعطي الإبنفرين غالبا الحاجات أو المشاكل الموجودة في الـ ABCD حتروح. كيف يعني؟ يعني أول حاجة حامل أساس للـ Airway، شوف البيبي يقدر يتكلم، الطفل يقدر يتكلم أو لا. طيب غالبا في حالات تانية أشوف إنه الإيرواي ما هي انتاكت حامل انتوبيشن، لكن في الحالة هذه أنا لو أعطيته بنفرين خلاص الطفل حيرجع زي ما هو، يقدر يتكلم وأعمل أقدر أعمل كده بروتكشن للإيرواي بدون ما أعمل انتوبيشن. عرفتوا كيف؟ حتكون 2 ميلي جرام، وهي كده شغلة رياضيات يعني. 2 ميلي جرام، لا أيوة صح، عفوا 0.2 ميلي جرام، صح كلامك 0.2 ميلي جرام، عشان نسيت الصفر. بير مو بير 0.2 ميلي جرام، خلاص الطفل وزنه 20 كيلو جرام. تمام شكرا. طيب فهمتوا فكرة الـ ABCD؟ يعني هذه حكون حتفيدكم بعدين في الطوارئ، وحتى دكتور محمد أبو عاش إذا حيراجع لكم حيقول لكم النقطة دي. طيب وهنا عندنا حنعطي إبنفرين انتراموسكولر، والدوز حتكون 0.01 ميلي جرام بير كيجي، وتكون في الانتيرو لاترال ساي. طيب بعدها حعمل أسيس للبيشنت كده بعد 5 دقائق 10 دقائق، وأشوف هل في ريسبونس أو لا. ما في ريسبونس أرجع أعطيه تاني مرة. طيب قد ما يحتاج لحد ما يحصل منه لحد ما يكون في ريسبونس للإبنفرين. وهذا بالنسبة للأنفلاكس. لو كان في أنفلاكتك شوك عاد يعني هذه كده الشوك حاجة تانية. طيب بس هنا الآن إحنا بنتكلم عن الأنفلاكس. طيب الحاجة الثالثة عندنا حاجة اسمها لارينجو ماليشيا. اللارينجو ماليشيا هذه كده البيبي تكون المشكلة عنده تقريبا من يوم ما يولد، غالبا حيكون هي congenital abnormality. طيب في اللارينجيال كارتريج البيبي كده من أول ما يولد حيكون في ويك في المصد. طيب كل مرة بياخد من الانسبيريشن حيحصل كولابس لللارينكس، وبالتالي فيحصل airway obstruction وطلعنا صوت الاسترايدر. طيب أيوة غالبا الأطفال دول طبيعيين، بيضحكوا بكل حاجة، بينمو طبيعي. تيجي الأم العيادة بتشتكي أو الطوارئ، وغالبا عيادات، إنه بيبي كل مرة بياخد نفس بيطلع صوت، وهذا الصوت بكل مرة بيتغير كده البوزيشن بيزيد أو بيطلع. طيب خاصة فعلا لو كان في السباين بوزيشن
أو لما بيبكي، أو لو جاله upper respiratory tract infection. طيب ممكن كم أوقات جو وقت الفيلينج بيطلع الصوت أو بيصير أسوأ. طيب طب متى بيصير أحسن؟ لما يكون في البروم بوزيشن. طيب هذه كده مرة مهمة. طيب ممكن تلاقوا ريفلكس، لكن أهم حاجة عندنا النقطتين الأولى. إذا كان اللارنجوميليشي سيفير ممكن يكون عندنا فيلير تو ثرايف والبيبي مو بيمو كويس ويكون في سليب ديس أوردر. طيب بريزنج كيف هنقدر نشخصها؟ هنشخصهم اللي هو بالفليكسبل أنيزو لارينجوسكوب، هيدخلوا هيشوفوا الويكنس. طيب التريتمنت غالبا ري أشورنس، هنقول لهم إنه بعد ما يكبر كده في عمر السنتين تقريبا هيبدأ تنحل المشكلة من نفسها. بعض الأطفال لا والله ممكن تحصل لهم مشاكل مرة كتير، زي بأنهم يحصل لهم يدخل في سيفير هايبوكسيميا، يحصل لهم أبنيا أو البلمونري هايبرتينشن، يكون فيلير تو ثرايف الحاجات دي، هنا وقتها ممكن أحولهم من إي إن تي. طيب لحد الآن واضح؟ طيب هذيك كانت الحاجات اللي إيه في براين يمجينا بيشنت بسترايدور وما يكون عنده فيفر. نبدأ لأول في أول حاجة اللي هو الحالات اللي يكون فيها low grade fever. طيب عندنا حاجة اسمها كروب. الكروب هذه يكون عندنا inflammation في larynx والتراكية. فقبل ما أبدأ في الكروب غالبا الأشياء راح تكون شبه بعض تقريبا كلها، يعني الباثوفيزيولوجي حقه إنه في infection صار وعمل صار في inflammatory reaction وعمل لي edema وswelling في الايرواي. طيب فهي تقريبا في كل الديزيز حقت الأبر ايرواي تقريبا حتكون الباثوجينيسيس حقه تقريبا بنفس الشكل ده. ايش اللي حيفرق معانا؟ حيفرق معانا بعض الساين والسيمبتومز، لكن بين اللي حيكون عندنا سترايدور حيكون عندنا فيفر. طيب والجريد فيفر حيفرق معانا من مرض لمرض. فقلنا الفيفر والسترايدور حيفرق معانا من عمر لعمر، وممكن يفرق معانا في نفس اللوكيشن تبع الانفكشن، يعني في الابوكليتايتس ولا في التراكية ولا في اللارينكس ولا فين حيكون. وغير كده حيفرق معانا في الباثوجين او الاورجانيزمز، كل واحد في كده حنلاقي فيه له موست كومن اورجانيزم معين. طيب والكروب قلنا انه هو انفلاميشن للاركس والتراكية، هيحصل لي إديمة، الإديمة دي هتعمل لي نارو للإيرواي اليومي. طيب زي ما قلنا تقريبا أغلب الإيرواي إنفكشن حيكون بالصورة دي. الكروب غالبا يحصل فين؟ في عمر 6 شهور لثلاث سنوات. ترى نزلت المستشفيات يعني كده دي الفترة الأخيرة ترى ممكن تلاقوا بيشنت بالسان والسيمتومز دي اللي هنشوفها بعد شوية. غالبا فين حيكون؟ في الفول والوينتر. إيش الموست كومون باثوجين للكروب؟ اللي هو البارا انفلونزا فيروس تايب 1. هذه مرة مهمة، مرة 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 مهمة تعرفوها، إنه في الكروب البيشنت حيجيني بإنفلاميشن في اللارنكس والتراكية بسبب البارا انفلونزا فيروس تايب 1. طيب هذا الموست كومن. السكند موست كومن من الباثوجين اللي هو ريسبيراتوري سنسيشن فيروس. طيب ممكن يجيب أدينو فيروس إنفلونزا فيروس، لكن الموست كومن بارا إنفلونزا. طيب طيب قلنا إنه ويك في المسلز غالبا دولة ممكن يتحسن ترى من نفسهم، دحين حنشوف. فالساين والسيمتومز اللي حيجونا بيها رينيرايتس، هنلاقي كده في ريني نوز كونجيشن في النوز، واللو جريد فيفر كأنه فيرال انفكشن، هو فيرال انفكشن يعني، بس انه هذه يعني الأعراض. بعدين هو صراحة ما أتوقع إذا مرة مهم تعرف كل فيس إيش فيها، لكن أعرف إنه الحاجات اللي عملت لها بولد. طيب حيجونا بحاجة اسمها سين لايك باركينج كيرف، وهذه الحاجة المميزة فيهم.
طيب حنشوف له فيديو كده بعد شوية، وحيجونا بهورسنس ومايلد انسبيراتوري سترايدر، هذه أهم حاجة. طيب في السيفير كيسز ممكن يجونا بأبر ايرواي اوبستراكشن، طيب ويكون في ريسبيراتوري ديستريس. طيب وحتى ترى أوقات يعني بعض الحالات لما تكون سيفير ممكن حيأثر على الليفل اوف كونشسنس. طيب فالحاجة المميزة في الكروب الباركينج كف وسانو سيمتومز وفيرال انفكشن واللو جريد فيفر مع الانسبيراتوري سترايدر، تمام. غالبا البيشن دول يكونوا نت امينايزد وما يكونوا مرة سيك. طيب ما اعرف كيف ما يكونوا مرة سيك، بس انت لو تشوف فيديو حتقول انه مرة سيك، بس يعني من الكيورد انه ما يكونوا مرة سيك، عاد افهموهم. طيب ايش كمان عندنا؟ ايوه في الدايجنوسيز عندنا حاجة، ما ايوه في الابر ريسبيراتوري ترى اغلبهم حيكونوا كلينيكال دايجنوسيز، لكن ده مو معناته انه ما في تيست او حاجة معينة ما نقدر نعملها. هنا في حالة الكروب ممكن نعمل الاكس راي، لو عملنا الاكس راي نلاقي حاجة اسمها ستيبل ساين، اللي هذه هي، شوف النروينج ده اللي محطوط عليه السهم، دقيقة هذه هي الساين، هذه كده مميزة في الكرو. طيب ممكن نعمل ABG، ممكن نعمل CBC، بس أهم حاجة عندنا نعرف إنه لو عملنا إكس راي حنلاقي هذه الساين. طيب دول البيشنت غالبا لو أعطيناهم ستيرويد حيكون في ريسبونس، طيب وهذا حيميزهم عن حاجة تانية حنعرفها بعد شوية. طيب في الـ ABG لو عملناه وما حيفيدنا مرة، بس أهم شيء الـ X-ray. طيب بعدين عندنا المانجمنت، المانجمنت يعتمد إذا كان الـ patient بمايلد سيمتومز، ما هو سيك، ما هو في respiratory distress، بس حاطين ستيرويد، حطيت له ديكساميثازون يعني خليه يرجع البيت. والله لا، كان البيشنت مودريت أو سيفير يعني كيس وكان في ريسبيراتوري ديستريس، هنا وقتها حعمل الـ ABCD approach وأحط له IV lines وأبلاي الأكسجين ماسك وأعطي له أكسجين إذا كان يحتاج، وأعمل ريسبيراتوري كارديك مونيتور، حاطي له إبنفرين نيبولايزر وكمان ديكساميثازون. بعدين حبدأ أشوف هل في ريسبونس ولا لا. طيب فحيفرق معانا ترى في الاختبار في keyword إذا كان relieved ولا resolved، حيفرق معانا. طيب relieved معناته الشيء خف شوية بس يحتاج كمان إنه ياخد جرعة تانية من الإبنفرين والديكساميثازون، إذا ريزولت وخلاص مرة راحت حاطي له بس استيرويد. طيب وحبدأ أعمل أسيس بعد ساعتين حشوف، والله إذا تحسن خلاص عملت كل ده وقتها حقول له إنه يقدر يرجع البيت، لو والله لسه لا ما حصل له improvement ساعتها أقدر أنوم البيبي عشان أديله كمان إبنفرين لحد ما يتحسن. طيب فعلى حسب احتياج البيبي. طيب فالمين تريتمنت عندنا هنا اللي هو الستيرويد والإبنفرين، أمين الستيرويد حيقلل لنا من الإديمة والإنفلاميشن لحد الآن، تمام. الستيبل ساين اللي هي هذه النروينج، هو النروينج في الايرواي هو اللي بيسموه ستيبل ساين. طيب فعشان نختصرها، الكروب قلنا بار انفلونزا فيروس ويجونا بلو جريد فيفر وباركينج كاف سترايدر،
وأهم حاجة اللي هي الستيبل ساين، أهم حاجة الستيبل ساين، وفي المانجمنت الإبنفرين والسترايدر، كده نلخصها على السريع. بعدين عندنا الحاجة الخامسة اللي هي البرتوسيس. طيب دقيقة، خلينا نكمل في البرتوسيس وبعدين نشوف. في البرتوسيس عندنا البيشنت بس يكح 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 يكح، عشان كده مسمينه 100 day cough، ونفس الكحة حقته مميزة يسموها whooping cough. طيب البيبي جاء حالة حتكون مرة كونتجوس، يعني ممكن يكون أي حد في البيت يكون أصلاً معاه برتوسيس وعداء، أو هو عدا أحد تاني. الباثوجين مرة مهم اللي هو البرتيتيلا برتوسيس، هي جرام نيجاتيف ايروبيك كوكوبسيلس. الترانسميشن يكون اير بورن دروبليت، فعشان كده حيكون في بريكوشن معين لازم ناخدها لما ندخل على البيشن دول. طيب غالبا الاطفال دول يكونوا نون اميونايزد، لانه نفس البكتيريا دي حقت او اللي في البرتوسيس اصلا لو تفتكروا موجوده في واحده من الفاكسين اللي هي تي داب اتوقع. طيب عشان كده البيشن دول غالبا لو سألناهم حيكونوا نون اميونايزد. طيب الستيجز برضو ما اتوقع، يعني هي مو مرة يمكن مهمة، بس إنه أعرف الساين والسيمتومز يعني بشكل عام. طيب وفي الفيرست 1-2 ويكس حيجونا كده بأبر ريسبيرتوري تراكت سيمتومز، عيدية كف نيزل ديسشارج لو جريت فيفر، ممكن يجوا بكونجكتيفايتس. بعدين حيجونا بحاجة اسم يقولوا عليها بروكسيزمال كافينج، وفي كل مرة بيكحوا في حاجة اسمها ووبينج ساوند، الحين حنشوفها كمان فيديو، كل مرة بيكح بيطلع كده صوت غريب. طيب بعد ما يكح إما إنه يحصل له سينوسيس أو بيطلع بلد أو لايك إنكم بفوميت، وسموها بوستوسي فوميتيك، وهو يكح 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 ويطلع الصوت ده، وبعدها نلاقي سينوس أو طلع بلد أو بوستوسي فوميتيك. طيب ممكن حتلاقيهم مو قادرين ما هم قادرين يتنفسوا، حنلاقي لسانهم طالع على برا لأنهم أصلا ما عندهم ما يقدر يتنفسوا كويس. طيب آخر حاجة اللي هي الثيرد ستيج اللي ممكن تقعد weeks to month، يكون يبدأ في reduction للسيمتومز. الكف أتاك ممكن تقعد وتطول معاه شوية قبل ما تروح. طيب بس إنه هادي السكند ستيج، هادي أهم حاجة إنه يجينا بباروكسيزم الكافينج، يكح 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 وبعدين بالووبينج ساوند بيطلع منه، بعدها بيدخل يعني يصير له سينوسيس أو بلد، أو حتى ممكن يطلع سبيوتم أو جاجينج اللي هو كان الله يكرمكم بيستفرغ، أو فعلا يحصل له بس جاسف فوميتينج. طيب الدياجنوسيس زي ما قلنا أغلبهم يكونوا كلينيكال دياجنوسيس، هذا يعتبر أبر. اللور عندنا ثلاثة حاجات ترى، النيمونيا والأزمة والبرونكيولايتس، وفي الأنفلاكتيك والفورين بادي اسبيريشن برضو ممكن تعتبر من اللور، بس كديزيز ما عندنا غير ثلاثة حاجات يعني حنعرفها، لكن الباقي كلهم أبر. طيب الدياجنوسيس قلنا غالبا حيكون كلينيكال دياجنوسيس. في اللابوراتوري تيست حنلاقي هنعمل السي بي سي، حنلاقي انه في ليمفوسايت بريدومينانت ليمفوسايتوسيس. اذا نبغى نعمل كونفيرم للدياجنوسيس ممكن نعمل الكلتشر او البي سي ار. طيب حناخد نيزوفرينجل سواب وقتها نعمل بيها كلتشر، وقتها نقدر نعمل كونفيرم للدياجنوسيس، بس الأغلب الأساس يعني عندنا clinical diagnosis الconfirmatory الculture. تمام، وهو الأفضل إنه هذه السامبل ناخدها في كيف في ال first two week. طيب بعدين نيجي للمانجمنت. المانجمنت
في general approach بشكل عام ال patient دول إيش هنعمل لهم، طيب، وفي اللي هو medical therapy. ال general approach هنشوف ال patient دول متى هنعمل لهم hospitalization ومتى هنعمل لهم discharge. نعمل لهم hospitalization ونعمل لهم monitoring إذا كانوا infant وعمرهم أقل من 4 شهور، أو إذا كانوا severe cases ودخلين في respiratory distress وcyanosis وأبنيوم وأن inability to feed. أن inability to feed هذه ترى مو بس في البرتسيس، في أغلب الأمراض وتقريبا يعني في أغلب حالات الفيديو is the patient unable to tolerate orally، ما بيقدر يأكل على طول إيش ينومه، طيب حتى ما نقدر نعمل discharge لpatient ما بيقدر يأكل. يعني خاصة في الأطفال لازم يحتاجوا good feeding عشان إيه، يعني حتى هتلاقي فيه كتير من المانجمنت supportive management. طب إذا هو أصلا ما بيقدر يأكل أنا كيف أعمل يعني discharge وأعمل supportive management؟ ما حقدر. فال inability to feed واحدة من الindications لل hospitalization، يعني في حاجات مرة كتير في الأطفال. طيب ونعطي له إذا كان يحتاج أكسجين هنعطي له، نحاول قد ما نقدر في أغلبهم. الفلويد إنتيك والنوتريشنال سبورت هذه لازم يعني كده ننتبه لها ونركز عليها ونعطيهم حاجات تفيدهم يعني في صحتهم. بعض الحالات ممكن يعمل سيديشن. طيب اللي يهمني في المانجمنت تبع البرتسيس إني حاطي ماكرولايت زي الأزيثروميسين أو الكليريثروميسين أو الإريثروميسين. طيب حاطي واحدة من دولة، هذه أهم حاجة في البرتسيس. لحد الآن واضح؟ وطبعاً بما إنه قلنا إنه دول البيشنت يكونوا نان أميونايزد، طيب إنه اللي يجيهم برتسيس يكون نان أميونايزد، فأنا أقدر أعمل بريفنشن للبرتسيس. كيف؟ إنه قلنا روح خذ التطعيم. فأيوة بخصوص التطعيم واحدة من الحاجات المهمة لما تيجوا تاخذوا هيستوري لازم 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 تسألوا عن التطعيم، ترى كثير حتنسوه كثير. فمن دحين وانتوا في المستشفى وانتوا بتاخذوا هيستوري اسألوا عن موضوع التطعيم. لما تسألوا حتسألوا هل الطعم، طب ايش التطعيمات اللي اخذها، وهل هو up to date ولا up to age، يعني بياخذ تطعيمات عمره اول باول ولا في شوية اهمال، ولا هو اصلا ما اخذها، ولا هو اصلا خلصها كاملة. فلازم نعرف. بعضهم يكون أصلا ما أخذوها، ما أعطوهم، ما عموهم. بعضهم يكونوا لا طعموا ووقفوا، فحنسأل وقف عند أي تطعيمة، عرفتوا؟ فهذه كلها ترى تفرق معانا. تبغون نكمل ولا ناخذ بريك شوية؟ والحين في 3 أمراض هنا وفي 3 أمراض في اللور، فاللي يناسبكم عشان قلت عيش الثمانة. فإذا تبي تحبوا تاخذوا بريك عادي، تبون نكمل عادي، اللي يناسبكم. طيب نكمل. هو الأبر في 3، فخلاص نخلصهم ونوقف قبل ما نبدأ في اللور. تمام. طيب عندنا سادس حاجة، طيب عندنا اللي هو الإبيغلوتايتس. الإبيغلوتايتس هنا نبدأ ندخل في الحاجات اللي تكون فيها هاي جريد فيبر. قلنا الإبيغلوتايتس وفي حاجتين معاه اللي هو الريتروفارينجيال أبسس، ونسيت الحاجة التالتة الحين نشوفها. طيب في الإبيغلوتايتس عشان في حاجة لازم أوريكم هي هنا، فين الإبيغلوتس مكانه؟ هنا. طيب فأنا أخاف من إيه؟ فأنا أخاف من إيه؟ أخاف هنا هو inflammation. طيب infection يحتمل inflammation، وليه هيحصل swelling وهيحصل إديمة. فأنا هنا هخاف إنه يحصل airway obstruction. طيب ليش دول هخاف إنه يحصل airway obstruction؟ لما أجي أعمل لهم examination، طيب ما أعمل لهم examination إلا ومعايا حق anesthesia أو أكون في ER.
طيب، لأنه في أي لحظة ممكن يحصل obstruction ويحتاجوا intubation، وبما إنهم أطفال ممكن تيجي بس تقربوا منهم فتلاقوهم يبكوا، فمجرد ما إنهم يبكوا يحصل لهم obstruction. طيب فهذه حاجة لازم ننتبه من النقطة هذه. فهو زي ما قلنا الإبوغلوتايتيس سبب بروجريسيف إنفلاميشن للإبوغلوتس والسراوندينج أريا. طيب الأورجانيزم اللي بسبب الإبوغلوتايتيس اللي هو الهيموفيلس إنفلونزا تايب بي، هل في حاجات تانية ممكن تعمل للإنفكشن ده؟ إيه ممكن، في ستريبتوكوكس بايجينز، في ستريبتوكوكس نمونيا، في ستاف أوريس، واللي تكون نان تايب الهيموفيلس إنفلونزا، لكن الموست كومن الهيموفيلس إنفلونزا. طيب عندنا الريسك فاكتور برضو قلنا البيشي اللي يكون نان أميونايزد أجينست الهيموفيلس إنفلونزا، لأنها برضو واحدة من الفاكسين تكون موجودة. طيب وانتوا حطوا زي كده في بالكم، أي حاجة موجود لها فاكسين نعرف إنه ريسك فاكتور لها اللي يكونوا إيش، نان أميونايزد. تمام، وبشكل عام الأميون ديفيشنسي بيشنت. طيب حقين الأميون ديفيشنسي دول حالة خاصة، وحتى أوقات لهم يعني بكتيريتهم والأورجانيزم تبعهم، يعني حتى ما يكون كومن في الأشخاص العاديين. طيب بس إنه ممكن يحصل لهم إبوغلوتايتس. عندنا في الإبوغلوتايتس الكلينيكال مانيفستيشن زي ما قلنا حيجونا بهاي جريد فيبر، ودول البيشنت حيجوني مرة سيك وtoxic appearance. طيب هذه حنشوف لها دحين بعد شوية، شفت الكلام ده اللي بنقرأ حنلاقيه كده تبك، يعني في واحدة من البيشن حنشوف لها فيديو حنلاقيهم فاتحين فمهم البيشن كده عشان ما هم قادرين يتنفسوا، وحلاقي فيه extended للنك كده مقدمين رقبتهم، في درولينج للسلايف، حتى الفيديو بعد شوية حتلاقون كل شوية مستفهم وكل، وما هو بيديا الفيديو اللي حتشوفه بعد شوية، بس إنه كده تبك للإبوغلوتايتس. في حاجة اسمها muffled voice، هم مشبهينها باللي يسموه hot potato voice، شفت كيف لما تاكل بطاطس حارة كده وتقعد تطلع وتقول حار، هاد تقريبا زي كده. حتى حنشوف بعد شوية كده لما بيتكلموا بحس إنه مرة بين عشان يتكلم. طيب ممكن يكون عندهم ديسفاجيا ودينوفاجيا، طبعا بما انه حيأثر على الايرواي فممكن تكون عندهم respiratory distress، ممكن يكون يكون في anxiety restlessness، هذه كلها بسبب المشاكل اللي عندهم. طيب بس mainly نركز على الحاجات اللي تكون بالفولت. طيب زي ما قلنا يجونا بhydrate fever يكونوا sick patient يكونوا non immunized، والposition حقهم يكون extended neck و opening للماوث عشان يحاولوا يتنفسوا، في drooling للسلايفا. طيب والcommon organism اللي هو hemophilus influenza type B. طيب طبعا الإبوغلوتايتس زي ما قلنا في البداية إنهم emergency case، يحتاجوا airway management لأنه نقول ممكن يحصل airway obstruction ويدخلوا في، يحتاجوا intubation. طيب intubation ده طبعا نتكلم أحد من الأنستيزيا أو أي أحد يعني يكون عارف من intubation ويكون معانا، فإحنا ما نعمل examination لpatient عنده epiglottitis إلا وإحنا مجهزين أدوات intubation أو نكون في OR، لأنه في أي لحظة ممكن يحصل airway obstruction، هذه مرة مهمة. زي ما قلنا أغلبهم clinical diagnosis. طيب لو كنا نبي نعمل confirm للdiagnosis ممكن نعمل، ندخل ونشوف نشوف الإبوغلوتايتس كيف، إما نعمل عن طريق الدايركت فرينجوسكوبي أو اللارينجوسكوبي أو indirect لارينجوسكوبي، تقريبا كلهم يعني إيه حتوصلني تخليني أشوف الإبوغلوتايتس. بس زي ما قلنا أهم حاجة موضوع الإيروين مانجمنت عشان الأبستركشن. طيب إيش عندنا كمان؟ عندنا كمان لو عملنا soft tissue lateral neck X-ray. طيب في حاجة اسمها thumb sign،
بسبب الإديمة اللي موجودة في الإبيجلوتس اللي هي هذه. شايفين هي الإديمة اللي حاصلة. طيب لما نيجي نعمل إكس راي حنشوف الشكل ده، هذا الشيء يسموه ثم برينت ساين. طيب نلاقي البلوتس لحد الآن كل شيء واضح. طيب بالنسبة للمانجمنت ممكن الانتيبيوتيك غالبا حيكون اي في اجين الاي، والانتيبيوتيك لازم كفر الهيموفيلس انفلونزا والستاف والستريبت بايوجين بايوجينز والستريبت وكوكس نيمون. طيب هذا لازم الانتيبيوتيك اللي بنعطيه نحاول قد ما نقدر انه تعمل كفر للحاجات دي. ممكن نعطي third generation of cephalosporin زي السيفترازون، أو ممكن نعطي بيتا لاكتام with beta lactamase inhibitor زي الأمبيسيلين والسولفاكتام أو الأموكسيسيلين والكلوفولينيك أسيد والحاجات دي. بس الأغلب ممكن يعطوا السيفترازون. طيب فهذا التريتمنت تبعهم. ليش؟ عشان نعمل كفر لكل البكتيريا اللي ذكرناها. تمام؟ وشوفي كل انتي بايوتيك بالضبط ايش يغطي، غالبا حيغطي دول لانه يعني اللي ذكرناهم هذه اللي مكتوبه في اول نقطه اللي هو الهيموفيلس انفلونزا والستاف والستريبت بايوجينز والستريبت كوكس نيموني، غالبا الستيف تريكزون حيغطيها. في حاجه لو انا ما اتوقع يعني هنا ممكن تكون موجوده، لكن لو انا شكيت مثلا في ام ار اس اي ممكن احط فانكومايسين او كليندامايسين، بس يعني في الأغلب ما أتوقع حيعطوا، لكن اللي حيعطوه أكتر شيء السيفتريكزون. بعدين عندنا البكتيريا التركايتس، هذا هو اللي أتوقع اللي حيكون شبه الدقيقة شبه الكروب والإبيجلوتايتس. طيب لأنه هو نفس الشيء حيحصل inflammation لللارينكس والتراكيا والبرونكاي. طيب فالسان والسيمتومز نوعا ما فيهم شبه من بعض. طيب ممكن يكون كcomplication للفيرال كروب، لكن في الغالب مو ضروري، لكن هو شيء رائع. طيب ايش السان والسيمتومز اللي ممكن يجون بيها؟ حيجوني كده في أول يومين ثلاثة viral respiratory infection runny nose و low grade fever والحاجات هذه. بعد كده حبدأ يجوني بستريدر وديزني وهاي جريد فيفر، وغالبا حيكون إيه في درولينج للسلايفا كده وسكري purulent secretion، لكن دول البيشنت حيكونوا immunized. طيب هذه أهم حاجة يعني تعرفوها في النقطة دي. طيب بعدين عندنا الـ most common organism حيكون عندنا الـ staff والـ group A beta hemolytic streptococci، هذه الـ most common organism. طيب عندنا الـ diagnosis كيف حنعمله؟ عن طريق الـ laryngoscope أو الـ X-ray، حنلاقي إن في inflammation في الـ trachea. طيب وقلنا دول البيشنت لما يجوني حيجوني sick patient، حيكون immunized، حيجب high grade fever، والساين والسيمتومز تبعتهم حيجب أول شيء viral كده infection ساين والسيمتومز، وبعدين إيش حيكون في اللي هو drooling saliva. عشان كده بقول لكم في حاجات ترى مرة شبه بعض، عشان كده عملت الجدول ده. طبعا هنا في البكتيريا التركايتس حنعطي IV vancomycin، لكن دول البيشنت ما في ريسبونس للستيرويد،
بعكس الركوع. طيب وهذه الحاجات كانت في الرجل ما بينهم الثلاثة، الكروب والإبيجلوتايتس والبكتيريال تراكايتس. وصراحة أنا أحس الإبيجلوتايتس كده مرة مميزة مع المفل ساوند والحاجات دي، فإحنا هنا حنفرق أكتر حاجة ما بين الكروب والبكتيريال. الكروب حيكونوا low grade fever، لكن البكتيريال تراكايتس غالبا حيكونوا high grade fever. الكروب ما حددوا لنا إذا هو immunized ولا لا، لكن في البكتيريال حيكونوا immunized. الاستيرويد في الكروب حيكون في ريسبونس للاستيرويد، هو غالبا حيكون المانجمنت تبعه، لكن في بكتيريا التركاتس لو اعطيناه استيرويد غالبا ما حيجي ما حيكون في ريسبونس. طيب اخر حاجه عندنا الريتروفارينجيال ابسس. طيب قبل ما اروح للريتروفارينجيال ابس الاورجانيزم الموست كومن اورجانيزم لازم تركزوا فيهم، هذا شيء. الشيء الثاني فرقوا في الحاجات اللي تكون الفيرست موست كومن والسكند موست كومن. طيب يعني هيك شوي ركزوا فيهم بالذات لما يكون في الموضوع في كده تو اورجانيزم. طيب فندخل دحين على الريتروفارينجيال ابسس. الريتروفارينجيال ابسس حيكون في ابسس في الريتروفارينجيال، دقيقة فين اسمه هنا، حيكون عندنا ابسس في المنطقة هذه. هنا طيب هذا يكون ريتروفارينجيال ابسس. في حاجة تانية شبهها طيب اسمها باراتونسيلر ابسس، اللي هي لو جات هنا طيب تقريبا المكانين جنب بعض، لكن لو جات الباراتونسيلر ابسس غالبا يوم ما تفتح فم البيشن حتلاقوا فيه ديفيشن اليوفيلا كده، حتلاقوها مايلة، هي غالبا تكون سنتراليز، لكن لما يكون في الباراتونسيلر ابسس حتكون رايحة على الجهة التانية لأنه الأبسيس حيكون دافئة. طيب لكن إحنا اليوم حنتكلم عن الريتروفارينجيال أبسيس، لكن قلت أذكر لكم موضوع الباراتونسيلر. طيب الريتروفارينجيال أبسيس غالبا يكون في الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات. الباثوجين عندنا الستريبتوكوكس، الستريبتوكوكاي ممكن يكون الفيريدن ستريبتوكوكاي وممكن يكون ستريبتوكوكس نيموني. الستاف ممكن الستاف أورس عادية وممكن تكون الإمارستين، ممكن يكون عندنا الهيموفيلس إنفلونزا، ممكن يكون عندنا الأورال إنروبس اللي هو اللي هي هذه المذكورة. سو غالبا ممكن أحد من الثلاثة دول أو ممكن كلهم. طيب لأنها بولي مايكروبيال إنفايرومنت فإحنا نتوقع أي شيء. طيب غالباً البيشن دول لما بيجونا حيكون كمانه أصلاً أبسس، فحيجونا سيك ليثارجيك، حيجو بكف كمانه ريسبيراتوري، حيجو بأورال أبور أورال إنتيك. طيب ما بيقدروا يأكلوا كويس، بيجو بأرينوريا أجيتيشن، حيجو بفيتشر أوف تنسولايتس. طيب عندنا ممكن كمان النيك أسيمتري بسبب الأبسس، وقلنا ممكن يعمل سواء كان ريتروفارينجل ولا كان في الباراتونسيلر حيكون حيعمل الأبسس حيعمل ديفيشن، فأنا أتوقع إنه في أسيمتريكال سواء في الأورال كافيتي أو في النيك. طيب ما يقدروا يحركوا رقبتهم ويعملوا لها إكستنشن. طيب في حاجة اسمها توكي كوليس، توقع عن نظام زي كده إنهم ما يقدر هم كده عندهم يكون كونجينيتل، ممكن يكون أكوايرد هذا المصطلح نفسه. طيب إنه نفس النكت تكون ستيف شوية، أنا هنا لو شفت الحالة دي مثلا بيش من نك ستيفنس ممكن أفكر في المينجايتس. طيب لكن في الحالة دي ما عندنا اللي هو اللايت سينسيتيف. طيب عندي حاجة برضو بجولينج اوف سلايفا،
وحيجب الليمفيدينوباثي غالبا anterior cervical lymphadenopathy. يبما انه respiratory فممكن يجب ايه respiratory distress. طيب زي ما قلنا حيجينا بيبي عمره اقل من 5 سنوات, طيب ب high grade fever, ب feature of tonsillitis, refusal feeding, طيب وممكن يكون عنده sore throat او كان عنده history of sore throat, طيب والنيك بين او ما يقدر يحرك رقبته. طبعا اغلب البيشن دول حيكونوا immunized. طيب فقلنا عندهم نيك بين ما حيكون عندهم الفيتوفوبيا. طيب هذه اللي في اليسار النورمال واللي في اليمين الابنورمال. شايفين هنا عندنا هذه المنطقة كيف؟ طيب وهذه هنا عشان في ابسيس, طيب ففي كده وايد في سويلينج. طيب فهدول غالبا الريتروفرينجيال ابسيس هذه الفايندينج حقتهم في اللاترال اكس راي. على ايش اخر حاجة عيدة؟ الموست كومن هم غالبا ما في موست كومن لانه قلت لكم هي متصلة بالمايكروب ممكن يجيب اي شيء, ممكن يكون حتى وحدة اورجانيزم عشان كده حطيتها كلها. هو في ناروينج وفي نفس المنطق كده تحسيها وايد في ال في الابنورمال لأنه نفس ال soft tissue ال prevertebral soft tissue حاصلها swelling. طيب طيب ال diagnosis حنعمل lateral ethnic x-ray as an initial step. طيب وحنشوف ال prevertebral tissue swelling اللي شفناه قبل شوية. ممكن كمان نعمل الكونتراست انهانسد سي تي تقريبا حنشوف نفس الشيء بس انه يعني بصوره احسن. طيب التريتمنت ما يفرق معايا التريتمنت قد ما يفرق معايا اني اعمل درين للابسس. لازم اعمل درينج للابسس عشان مهما اعطيت انتي بايوتيك وانا ما عملت درينج ما البيشنت ما حيستفيد. وطول ما إنه في أبسيس يعني ومهما أعطى أنتيبيوتيك ما حيكون في ريسبونس, فلازم أعمل درينج للأبسيس سواء بالنيد الأسبيريشن أو الإنسيجن. طيب وقتها ممكن يعني أشوف إيش الأورجانيزم وأعطيه على أساسه, لكن أهم حاجة عندنا في النقطة هذه إنه إيش أعمل الدرينج للأبسيس. طبعا في البداية لازم أعمل الأيروي مانجمنت إذا كان في respiratory distress, حامل management respiratory distress. غالباً 3/4 الأطفال اللي بيجي retropharyngeal abscess حنعملهم hospitalization. طيب أو أي patient يكون معاه respiratory compromised. الأنتيبيوتيك غالباً حيكون IV broad spectrum زي ما قلنا. أهم حاجة نعمل drainage للأبسس, لو ما عملنا الانتيبيوتيك على الفاضي بنعطي. طيب لحد الآن تمام ولا في حاجة؟ طيب تاخدوا بريك. شوفوا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة عشان كده نحدد وقت وخاص في الوقت ده نرجع. عشر دقائق يكفيكم؟
خلاص تمام. 8:30 نرجع تاني. طيب طيب دحين حنتكلم عن الحاجات في الإيوة، وشوية خلصنا الأول اللي هو الحاجات اللي يكون الكومبلين فيها غالبا سترايدر، طيب اللي تكون في الأبر إيرواي. الحين حنتكلم عن اللور إيرواي، وغالبا حيكونوا الكومبلين حقهم ويزنج. طيب فعندنا الفورين بودي أسبيريشن، خلصنا منها فوق، والأنفلاكسس برضو انتهينا منها. بقي لنا البرونكيولايتس، وهذا ممكن حاجة جديدة عليكم لأنها موجودة في الفيديو. عندنا الأزمة والنمونيا، وهذه قد أخذتوها قبل كده. طيب عندنا الويزنج، الويزنج قلنا إنه عندنا برونكيولايتس وأزمة ونمونيا. طيب كيف ممكن يعني كده نفرق بينها ونميز ما بين كل واحدة وواحدة؟ البرونكولايتس طيب غالبا ما تيجي إلا للأطفال اللي عمرهم أقل من سنة، هي مو غالبا، هي لا هي ما تيجي للأطفال اللي عمرهم أقل من سنة أو سنتين، في ناس كاتبين سنة في ناس كاتبين سنتين. طيب الفيرال نيمونيا طيب بتيجي للأطفال من عمر من سنتين إلى 3 سنوات. طيب هذه الفيرال نيمونيا، لكن بالنسبة للأتيبك النيمونيا أغلبهم حيجوا من الأعمار حقتهم تكون من 5 لـ7 سنوات، هذه الأتيبك النيمونيا، لكن التيبك النيمونيا العادية تكون في أي عمر. طيب بالنسبة للأزمة، ما نقدر نشخص الأزمة في عمر السنة والسنتين، غالبا يكونوا لازم أكبر من سنتين 5 سنوات عشان نقول إنه إيه يعني نقدر نشخصهم بالأزمة. طيب ودائما ترى يلخبطوا ما بين البرونكولايتس والأزمة لأنه شوية يشبهوا بعض. طيب فهذه كان يفرق بينهم من ناحية الأيج جروب. طيب أول حاجة حنبدأ بيها اللي هي البرونكولايتس. طيب البرونكولايتس هو في إنفلاميشن في السمول إيرواي للنك. طيب غالبا البكتيريا بتجي وتدخل على نفس الايروي وتعمل لها انفلاميشن، والانفلاميشن حيعمل لي ديما وسويلينج. طيب لو تيجي تعمل ديما سويلينج حتعمل لي كمان البرونكو كونستريكشن. طيب حيكون عندنا كمان ميوكس برودكشن. طيب والموست كومن سيمبتومز في دول البيشن غالبا ممكن يكون ايه كف، ومعاها لما نيجي نعمل الاكزامينيشن حنلاقي ايه الويزنج. طيب فسببه حيكون فايرال انفكشن زي ما قلنا، حيجي الاطفال اللي عمرهم اقل من سنه سنتين. طيب والبيك انسيدنت في انه يجيهم غالبا من عمر الشهرين لستة شهور، ممكن يجي الأكبر، الماكسيموم قلنا سنة سنتين بالكثير، دول بنعتبرهم برونكولايتس. غالبا يكون فين في الوينتر مانس. most common organism أو الفيرال الفيروس هنا اللي هو respiratory syncytial virus RSV. هل ممكن يجي other viruses؟ ممكن، عندنا الفيروس إنفلونزا، عندنا الإنفلونزا، عندنا الأدينو فيروس، هذه كلها ممكن إيه يجينا بيها، مو ضروري بال RSV. طيب هذه الباثوجينيسيس، إنه الفيروس حيدخل في البرونكيال سيل، يعمل بنتريشن للترمينال برونكيال سيل، حيعمل دايركت دامج. وين أصلاً الفيروس؟ أكيد حيكون في inflammation reaction. طيب هذا inflammation reaction حيأثر لي على البرونكيول زي ما قلنا، حيعمل الإديمة والبرونكو constriction والميوكس secretion. طيب ممكن يعمل لي atelectasis كمان. طيب
طيب بعدين عندنا الريسك فاكتور، هذه مرة مهمة. برونكولايتس مو ريسك فاكتور لأنه يجيهم برونكولايتس، ريسك فاكتور للسيفيريتي تبعت البرونكولايتس. طيب فأنا أخاف على البيشنت اللي يكون بريماتشور، اللي يولدوا قبل عمر قبل ما يكتمل عمر الحمل، تقريبا قبل الأسبوع 37 من الحمل، دول يكونوا بريماتور أو بريتير بيبيز. طيب دول أنا أخاف عليهم، يكونوا البيرس ويت تبعهم أقل من الطبيعي، اللي أعمارهم هنا مكتوب إنه أقل من 6 و12 شهر. في المانجمنت حنشوف إنه إذا كانت أعمارهم أقل من 6 أسابيع أنا أخاف عليهم من حاجة معينة، وحنعرفه بعد شوية. إذا كان عندهم كرونيك بومونري ديزيز، إذا كانوا هيمو دينامكلي سيجنيفيكانت كارديك ديزيز، عندهم أي كارديك ديزيز، وممكن يكونوا أنستيبل أو أي حاجة. إذا كانوا أميون ديفيشنسي طبعاً، وإذا كان عندهم نيورولوجيكال ديزيز أو أناتوميكال ديفكت في الأيروي. أنا اللي تهمني الحاجات اللي في البداية، أول 3 حاجات تقريباً. طيب الكلينيكال مانيفستيشن حيجوني بإيه؟ حيجوني بأبر ريسبيراتوري تراكت إنفكشن. طيب رينوريا، لو جريد فيفر، كاف. طيب هذا 1. 2 حيجوني ريسبيراتوري ديستريس، غالبا موضوع ريسبيراتوري ديستريس في الانفنت. طيب اما حيكون عندهم تكيبنيا، ابنيا، نيزل فليرينج، والريتراكشن، والسينوسيس، اي ريسبيراتوري ديستريس. طيب وهذه من ضمنها. والحاجه اللي كمان اخاف منها الموضوع البور فيدينج، زي ما قلنا إن patient unable to tolerating orally، هذه حاجة أنا أخاف منها ولازم أعمل إيه admission للpatient. الحاجة الأخيرة اللي هي لما نعمل auscultation نسمع bilateral wheezing، غالبا ممكن نسمع bilateral crackles، لكن هي في الأغلب wheezing، بس ممكن نسمع crackles. طيب في مرة دكتور محمد أبو عيش زي ما بفتكر ذكر لنا إنه في بعض الناس بيلخبطوا ما بينه وما بين الفيرال نيموني. طيب هذه واحدة. الشيء الثاني برضو غالبا ممكن يلخبطوا بينه وما بين الأزمة، هذه أهم. طيب هنشوف بعد شوية كيف فرق بينه وبين الأزمة. ونقطة مرة مهمة، إنه جيني طفل عنده كحة وعنده respiratory distress، لازم أسأل الأم هل هذه أول مرة ولا قد جات قبل كده. طيب لأنه زي ما قلنا أنا أحتاج أفرق ما بين الأزمة والبرونكولايتس. الدياغنوسيس، كلينيكال دياغنوسيس، هل في تست أقدر أعمله؟ ممكن حاجات تانية تكون دياغنوستيك، لكن مو ضروري إنه في كل مرة بيجين بيجيني ببرونكولايتس أعمل له ذلك التست. عشان الدياجنوستيك تيست عندنا اللي هو النيزوفرينجيال اسبريت تيست للار اس في. طيب ولو عملنا تشيست اكس راي حيكون عندنا يا هايبر انفليشن للنج يا اتلاكتسيس، على حسب الباثوفيزيولوجي اللي صار حيكون عندنا واحد من دول الفايندينج. طيب طيب إيش عندنا كمان؟ عندنا المانجمنت. المانجمنت حيفرق. هذه الحالات المين كومبوننت في المانجمنت، هل أنا حنوم الطفل في المستشفى وأعمل له أدمشن، ولا حخلي خلاص أهلي يروحوا البيت؟ المانجمنت مين اللي حيكون سبوريتيف تريتمنت، لكن حيفرق معايا موضوع الأدمشن أو سند هوم. هذا شيء. الشيء الثاني، هل هو فعلا برونكولايتس ولا انا ممكن اشك في الازمة؟ الازمة قلنا ما حنقدر نشخصها في العمر ده. في حاجة عندنا اسمها هايبر اكتيف ايرواي، هذا المصطلح اطلقوه على الاطفال اللي يكونوا يعني هاي سسبشن، اللي يكون عندهم ازمة لكن في نفس الوقت ما يقدروا يشخصون بانهم ازماتيك بيشنت. طيب
فهذا المصطلح يكون غالبا يعني حتى لو فتحت بعدين الملفات يعني المستشفى ممكن تلاقوه مكتوب أو قال للأطفال اللي يعني بتجيهم أعراض يعني شبه أعراض الأزمة ويكون عندهم ريسك فاكتور للأزمة وحنذكرها بعد شوية، لكن في نفس الوقت ما نقدر نقول عليهم أزماتيك بيشنت. هذا اللي هو الهايبر انفليتد هايبر أكتيف ايرويد ديزيز. طيب فأنا كيف أقدر أفرق ما بين البرونكولايتس والأزمة؟ البرونكولايتس تكون فيرست ابيسود ويزنج هذا في الأغلب، طيب والبيبي يكون عمره أقل من سنة، ممكن يكون عمره أقل من سنتين بس الأغلب يكون عمره أقل من سنة. طيب وما في برونكوسبازم فمعناته لو أعطيناه سلبيتامول ما حيكون في ريسبونس، بعكس الأزمة حيكون في ريكرنت ويزنج وعمره أكتر من 1 year. طيب ولو أعطيناه سلبيتامول حيكون في ريسبونس وحتشوفوه في المستشفى، يكون مثلا تنوم على أساس إنه برونكولايتس أو ممكن يكون عنده أصلا ريكرنت ويزنج لكن عمره صغير لدرجة إنه ما نقدر نقول إنه هذا أزمة بيشنت. لو أعطيناه سلبيتامول حيكون في ريسبونس، فهذا ما هو أزمة ولا هو برونكولايتس، هذا غالبا حيكون الهايبر أكتيف إيروي. طيب وهذا يعني كيف نفرق ما بين البرونكولايتس والأزمة. حد الآن كده تمام ولا لخبطتكم في حاجة؟ طيب فزي ما قلنا البيشنت على حسب حالته بقرر هل حننوم ولا حنرسل البيت. overall management حيكون supportive treatment. طيب لازم نفرق ما بين كل هاي. طيب ايوه الهايبر اكتيف ايرواي ديزيز هو مو ازمه ازمه لكن ترمينولوجي نقول على الاطفال اللي يعني زي حيجونا بالسان والسيمتومز هادي مثلا يكون عندهم ريسك فاكتور زي ايش؟ انه احد من اهلهم يكون ازماتيك بيشنت، احد من اهلهم يكون اللي هو الاتوبي ديزيز عنده اكزيما رينرايتس والحاجات دي، فهذول يعتبروا هاي ريسك. ولو اعطانا زي ما قلنا سلبيتامول ممكن يكون في ريسبونس في نفس الوقت ما نقدر نقول ازمه، بس تقريبا ايوه لايك ازمه لكن يكون فعلا في اللي اقل من سنه ويكون عندهم ريسك فاكتور وممكن يكون في ريسبونس للسيلبيتامول. طيب عشان المصطلح ده لا يكون جديد عليكم يعني لأنه أنا وقتها أول مرة أسمع في المستشفى. تمام طيب نيجي للمانجمنت. المانجمنت حيفرق معانا في الأيج، لو كان البيبي اللي جانا عمره أقل من 2 أو 3 شهور في بعض الأحيان يقولوا عمره يكون أقل من 6 أسابيع. طيب فهذا يعني الشيء حطوه في بالكم يكون عمره أقل من 2 أو 3 شهور أو 6 أسابيع. طيب أو يكون بريماتيور أعمل له أدميشن. ليش؟ لأني أخاف من حاجة اللي هي الإيه الأبني. طيب وفي كده بعدها بكم يوم يمكن في الـ 2nd أو 3rd day أتوقع حيكون البيك أوف ديزيز، يعني كده كل الساين والسيمتومز تكون في شدتها أو تكون مرة كده أشد حاجة في الأيام دي. طيب فأنا أخاف على الأطفال من الحاجة هذه. طيب ومن يوم ما أشوف بيبي عمره أقل من 2 أو 3 شهور أو في أماكن تانية يقولوا أقل من 6 أسابيع أو يكون بريماتيور، هذه تكون إنديكيشن لأني أعمل له أدميشن. طبعا المانجمنت زي ما قلنا حيكون سبورتيف مانجمنت. طيب طيب اللي أكبر من كده أكبر من عمر 2 3 شهور أو عمر أكبر من 6 أسابيع حشوف هل عندهم sign of respiratory distress ولا لا. لو ما عندهم sign of respiratory distress tolerating orally full term وكل حاجة تمام بس اللهم إنه عندهم bronchitis وقت أعمل الـ RE assurance وأقول لهم روح البيت و supportive management. إذا اهتموا بالـ oral intake و increase الفلويد أو إذا كانت حاجة
يعطيهم بخاخات للأنف والحاجات هذه، يعني سبورة ما في حاجة يعني كده معينة يعملوا. لو والله في respiratory distress وقت حامل admission، طيب بس يفرق هل أنا حامل له admission في ال ICU ولا حد حامل له admission في الورد. لو كان moderate حامل له admission في الورد وحاطين نيزل أكسجين لأنه supportive management. حتى في سلايدات لو شفتوا حتلاقوا إنه برونكودايليت ونات ريكومندد وستيرويد نات ريكومندد، يعني حاجات كثير نات ريكومندد. طيب والمين مانجمنت عندنا سبوريتيف مانجمنت. لو كان سيفين والأكسجين حقه أقل من 90 وقتها أنا لازم أعمل له أنومه في الآي سي يو. ممكن هما غالبا حيحطوه حيعطوا له هاي فلو نيزل كانيولا، طيب لكن ممكن يحتاج اني اعمل له سيباب. طيب فهذا كده المانجمنت حق البرونكولايتس. في بعضهم قالوا ممكن نعطي ابنفرين بس يعني طنشون لانه هو المين غالبا حيكون زي ما قلنا سبوريتوف كده. الحاجات التانية فيها كده كونتروفيرسي شوية لحد الان. تمام هذا الجراف كده يلخص لكم كل الكلينيكال فايندينجز والباثوجينيسيس، كل ساين وسيمتومز كيف طلعت وش الحاجات اللي صارت. طيب اذا تحبوا تقرؤوا انا حطيته كده بس للفايده. طيب وهذا برضو كده ملخصات يلخص لكم الموضوع اذا تحبوا تقرؤوها تشوفوها برضو اللي برونكولايتس. بعدين عندنا الازمه. الازمه احنا عارفينه عارفين كيف صار وعارفين انه في البرونكو كونستريكشن والانكريز الميوكس سكريشن والحاجات دي. طيب عندنا الازما هو ايرواي هايبر ريسبونسيف ممكن يكون كوزينج فاريبل اند ريفرسبل اير فلو اوبستراكشن. طيب الازما كيف حصل عندي؟ يكون عندي جينيتيك فاكتور هذا بشكل عام، لأنه الأزمة في أليرجيك وفي نان أليرجيك أزمة. طيب حنشوفهم بعد شوية. فالأزمة بشكل عام كيف صار عندي؟ إنه يكون في جينيتيك فاكتور يكون في إنفيرومنتال فاكتور، دول الاثنين اجتمعوا عملوا لي حاجة اسمها الأتوبي. طيب وخلاص من عملوا حاجة اسمها أتوبي. طيب اللي هو predisposition للallergic hypersensitive airway. طيب هذه كده بس في البداية لسه ما بدأنا في الأعراض ولا أي حاجة. طيب أول exposure للtrigger الهيلبر تي سيل كده وشغل الأميون يبدأ يحصل ويحصل stimulation للماست سيل ومعرف البي بي سيل والحاجات دي والبيتا سيل بي سيل يحصل لها تعمل binding للماست سيل surface. طيب ويحصل ال ايش يسموه الاميون رياكشن. في السكند اكسبوجر للتريجر عندي حاجتين، في الايرلي ريسبونس في الديلي ريسبونس. طيب الايرلي ريسبونس يكون في الماست سيل تبدا تشتغل تبدأ تطلع لي إيش الهستامين وكل الإنفلاماتوري ميدياتورز وتبدأ تطلع لي الساين والسيمتومز اللي إحنا بنشوفها في الأزمة. هيكون عندنا اللي هي إيش الإديمة، هذه الهستامين حيعمل الإديمة والأيروي ميوكوزا والميوكوس سيكريشن والبينكريست. طيب والكونتراكشن المصل كونتراكشن. طيب وهذا الشيء حيسبب لي الايروي اوبستراكشن، هذا في الايرلي ريسبونس. الديلي ريسبونس اللي هو كده في بعد اول ساعتين. طيب حيصير ريليز للسايتوكاينز. طيب والدبليو بي سي حتعمل انديوس لحاجات اللي هي الجرانولر دبليو بي سي زي الايزينوفيل. هذه الايزينوفيل طيب برضو حتعمل لي المشاكل الثانيه اللي هي البنكير كونستريكشن، ممكن تعمل الكونجكتيفايتيس والرينرايتيس. طيب وهذه كلها كده على بعضها تعمل لي ايش؟
الأزمة. التريجر مرة مهمة، زي إيش؟ عندنا الأوبر ريسبيراتوري تراكت إنفكشن، وغالباً ده حيكون الموست كومون كوز للأزمة إكزاسيفيشن. طيب عندنا كمان الألرجين، بولين، أنيمال، دست. طيب أو يكون في إير بلوشن زي السيجرت سموكينج. طيب وأي كيميكال تاني ممكن، حتى في دراكس تعمل لي تريجر للأزمة زي الإنسيد والبيتا بلوكر والأسبرين، حتى الكولد إير واي والإكسرسايز، هذه كلها تعتبر من التريجرز. طيب طيب في البداية قلت لكم في حاجات تكون أليرجيك أزمة ونن أليرجيك أزمة، حيفرقوا أكتر حاجة في إيش؟ في إنه إذا كانوا أليرجيك أزمة حيكون ريليتد لل IgE mediated type 1 hyper، هذه ترى كلها بس كده عشان تعرفوها. طيب ويكونوا غالبا ريليتد، يعني حتى عندهم ريسك فاكتور إنه اللي هو الأتوبي ديزيز اللي هو الأكزيما والرينيرايتس. طيب والنن أليرجيك غالبا مو مرة له علاقة بالأتوبي ديزيز، غالبا التريجر حقهم يكون في الأبر ريسبيراتوري تراكت إنفكشن. طيب طيب عندنا الكلينيكال فيتشر، هذه كلها عن الأزمة بشكل عام. طيب لأنه عندنا حاجة بعدين اسأل اللي هي الأزمة إكزاسيفيشن اللي هي نوبة الربو، هذه هي الحاجة اللي مرة أهم شيء نعرفها، مهم إن نعرفها ونعرف المانجمنت تبعها. طيب لكن المانجمنت تبع الكرونيك أزمة مو مرة صراحة المهم في الفيديو، لأنه غالبا حيكونوا حولوهم على البولمو. طيب وهم اللي حيوصفوا لهم حتى في المانجمنت بعدين في الأزمة الزازربيشن، لما نيجي حتى نعمل البيشنت إديوكيشن حنقول لهم إنه ريفير للبولمو، أو إنه إحنا نقول لهم روحوا. طيب أو إنه إحنا من نفس المستشفى نحولهم. المهم فغالبا الأزماتيك بيشنت حتكون عندهم intermittent وتحصل ما بين فترة وفترة على حسب الأزمة تريجر، حتطلع لهم السيمتومز هذه. حيكون عندهم persistent dry cough. طيب تكون worse at night، حتى هذه في الهيستوري دائما كده، يعني كنا نسأل عنها لما يجينا patient بكف نسأله هل الكحة دي بتزيد في الليل، بتزيد مع الاكسرسايز، إذا تعرض لأي trigger لأي dust لأي cold air لأي حاجة بيحصل trigger وبتزيد الكحة وتصير أسوأ. حيكون عندنا حاجة اللي هي الـ End Expiratory Wheezing. ممكن يكون كمان يجوا يشتكوا بديزنيا والـ Chest Tightness والـ Long Expiratory Phase في الأسكولتيشن. لو عملنا بركشن حيكون في Hyper Resonant، حتى يعني ممكن في الإكسراي حيكون اللي هو Hyper Inflation لو عملنا لهم. طيب الأزماتيك Patient ترى ممكن يكون طبيعي طول السنة، فجأة أتعرض لتريجر وجاته الأزمة إكزازيفيشن، ومو ضروري الأزماتيك بيشن تكون طول الوقت يعني سيمتوماتيك، يفرق. طيب ممكن يكون عندنا كمان قلنا إنه فيتشر الكومون كوموربيديتي كونديشن اللي هي الأتوبيك كونديشن زي الرينرايتس اللي يكون أليرجيك رينرايتس والأكزيما، حتى في الهيستوري جينا بكف ولا ويزنج ولا شورتنس أوف بريث، بعدين في الأوسك لازم نسأل عن الحاجات دي. حتى في الديرما ترى بعدين لما تيجوا تاخذوا هيستوري البيشنت يكون جاي بإكزيما نسأل عن الأزمة، فاميلي هيستوري اوف أزمة والرينرايتس، هو كده مثلث مهم، الأزمة والرينرايتس والأكزيما مرة مهمين، إذا شكيت في واحدة لازم أسأل عن الاثنين التانيين سواء في البيشنت نفسه أو الفاميلي هيستوري. طيب وحتكون ممكن عندنا الأكيوت أزمة إكزازيفيشن سالم سيمتومز، نحن حنشوفها. طيب كيف حنعرف إنه ده البيشنت في أزمة إكزازيفيشن؟ زي ما قلنا الموست كومون كوز الأزمة إكزازيفيشن أبر ريسبيراتوري تراكت إنفكشن، وممكن يكون يعني الأذر كوزز إنه أي تريجر تاني من اللي ذكرناهم فوق،
طيب والكومن سيمبتومز حيجي بديزني، الكف حيزيد، هم غالبا لما يكونوا زي ما قلنا انهم ممكن يكونوا طول السنة اسمتوماتيك، فجأة تجيهم الاكزازيربيشن هادي، ويعني هادي بسيطة نعرفها. ممكن يكون البيشن التانيين اللي يكونوا اسمتوماتيك لكن جاتهم الأزمة اكزازيربيشن وزادت عليهم السيمبتومز. طيب فالأكيوت أزمة اكزازيربيشن قلنا الكومن سيمبتومز الديزني والإنكريز كافينج. لو جينا وقسنا الفيتال ساين حنلاقي إنه البيشن تكيبنيك، تكيكارديك، وبالسس برادوكسيكوس، برادوكسيكوس هو الهايبوكسيميا، الأكسجين حيكون لو، وممكن البيشن حيجيني ويكون سينوتيك بيشن. وإذا كان كمان سيفير حيكون في الليفل أوف كونشسنس يعني ديكريز. طيب إيش الساين والسيمتومز اللي تقول إنه فعلا في برونكو كونستريكشن؟ إنه prolonged expiratory phase لما يجي يخرج الـ air. طيب ما يقدر يخرج الهواء زي الطبيعي، هو أوكي بياخد في inspiration ممكن يكون تمام، لكن في expiration حيطول عبال ما يطلع الهواء. عشان كده في chest x-ray ممكن نلاقي عنده hyperinflation. طيب وفي البركاشن اللي هو الهايبر ريزنت. طيب في حاجة اسمها silent chest، تحط تعمل سكولتيشن ما في air entry، وهادي أنا هنا مرة أخاف. وفي هذه المرحلة فاكرين في البداية لما كنا قاعدين نتكلم على موضوع ال respiratory alkalosis، وإذا حصل exhaust لل chest muscle والبيشت ما عاد يقدر يتنفس، يبدأ يحصل normalization لل pH، وبعدين يوصل في acidosis بسبب CO2 retention. هذا ممكن يكون كمان related لل chest silent chest، لأن خلاص البيشت ما عاد يقدر يتنفس. حلاقي ال lung hyperinflated مرة باين، حلاقيها مرة سودة. طيب قلنا البركشن وال حنلاقي كمان inferior displacement or movement للديافرام، طبعا هذه كده غالبا في المرحلة الأخيرة. طيب حيكون طبعا في sign of symptoms للrespiratory distress و increase the work of breathing، وفي use accessory muscles. طيب حد الآن تمام، فهذه sign of symptoms حقت الأزمة exacerbation، واللي مهم تعرفوا المانجمنت تبعها. طيب لما نجينا بيشنت في الـ ER غالبا هم يقيموا الساين والسيمتومز على الـ PROM score الأغلب. طيب فأنا الكريتيريا حقتي إيش فيها؟ فيها الـ Oxygen Saturation، فيها الـ Suprasternal Retraction، كده فوق الـ Sternum قلنا هنلاقي المصر في كل مرة بتنفس حلاقيها تدخل على جوة لأنه مو قادر يتنفس. وفي عندنا هو scaling retraction، في الـ air entry حنسمع إذا كان normal ولا decrease، عندنا wheezing. ففي الـ oxygen saturation إذا كان أكثر من more than or equal to 95% هذا في المعدل الطبيعي فهذا صفر، يعني ما في حاجة. طيب أموره تمام من ناحية الـ oxygen saturation. بعدين عندنا حنعطي one score إذا كان الـ oxygen saturation من 92 ل 94، أقل من 92 حنعطي 2. طيب الأسسمنت للأكسجين ساتوريشن لما يكون البيشنت في روم اير، مو يكون على أكسجين ماسك وأكسجين سبليمنت، لا يكون زي ما هو قاعد بدون حاجة، ونقيس الأكسجين ساتوريشن ونشوف على أساسه حنبدأ نعطي السكور، ونشوف السوبر ستيرنال ريتراكشن والسكين ريتراكشن. في حطينا 2، ما في أعطيناه 0. طيب في الاير انتري بروسكالتيشن حيكون إذا كان نورمال ونورمال إيكوال بايلاترال اير انتري حيكون 0، أموره تمام. إذا كان ديكريز بس في البيس أوف ذا لانج حنعطيه 2، إذا كان يعني الأوفر ذا لانج وايد سبريد ديكريز الاير انتري وهنا حنعطي 2. إذا كان والله الـ air entry مرة شيء بسيط أو absent، حنعطي 3.
طيب طيب بعدين في الويزنج، إذا ما في ويزنج هذا صفر. إذا في expiratory بس وقت ما إنه بيطلع الهواء expiratory wheezing هنا هذا واحد. لو عندي inspiratory expiratory طيب هنا حاطة اثنين. لكن لو أصلا بأسمع الويزنج بدون stethoscope هنا حاطة كم؟ ثلاثة. فهذا البرام سكور. طب يعني أنا على أي أساس حقسم السيفيريتي؟ أشوف لو البرام سكور من 0 to 3 هذا حيعتبر مايلد أزمة exacerbation. لو كان من 7 من 4 ل 7 هذا مودريت. إذا كان 8 وفوق يعني up to 12 هذا سيفير. طيب وهذا الشيء حيساعدني في لما أجي أعمل المانجمنت لازم exacerbation وأشوف الريسبونس. هل تحسن البيشنت يكون مثلا جاني وكان مودريت، ولما أبدأ أعطيه الميديكيشن هل أتحسن وصار في المايلد ولا لا، ولا صار أسوأ وصار في السيفير أشوف. طيب ولا هو ستيل لسه في المودريت، على أي أساس؟ على أساس الكريتيريا دي اللي عندي. بعدين عندي هنا هذه المانجمنت. طيب هذا المانجمنت ملخص. طيب هي المشكلة يعني اللي كده اللي فيها يعني شوية لخبطة إذا كان مودريت. طيب ليش؟ لأنه المايلد غالبا زي ما قلنا هيكون ما غالبا ما هيكون عنده respiratory distress. طيب دولة هنعطيهم 1 دوز من الفنتولين في الطوارئ. طيب بعدين نعمل لهم discharge على فنتولين، هنقول له خد من بختين لأربع بخات كل 4 ساعات لمدة يومين. هذا بالنسبة للفنتولين. هنعطيه كورتيكوستيرويد 1 بف مرتين في اليوم لمدة 6 أسابيع. في نفس الوقت هنعمل له كونسلينج وكيف هيعمل كيف هيستخدم البف والحاجات دي والسبيسينج ديفايس، وحنحوله على البولمو. طيب هذا بالنسبة للمايد. خلاص المانجمنت هذا هو. المودريت اللي أعطاكم هو دكتور محمد المطرفي اللي هو نعطي السابق سلبيتامول وايبيتروبيوم 3 باك تو باك in the first hour، إنه نعطيه كل 20 دقيقة في الساعة الواحدة، فحيكون 3 مرات over 1 hour. طيب هنعطي الأورال ستيرويد وحنعمل له أسيس. طيب هذه لما نشرح لنا هي دكتور محمد أبو عيش كده فيها كمان حاجات بعد هنشوفها بعد شوية. طيب بس خليها كده شوية وخلينا نشوف السيفير. السيفير غالبا دول البيشنت لاكس ريتنينج. أنا مو بس حاعطيهم السلبيتامول والإيبيتروبيوم 3 تايم باك تو باك، لا حاعطيه سلبيتامول والإيبيتروبيوم والستيرويد، كمان الحاجة اللي اسمها مغنيسيوم سلفيت. هعمل له اكس راي واعمل له الاي بي جي عشان اشوف اذا كان في سي او 2 ريتينشن، واعمل له ادميشن في الاي سي يو، واعمل له كاردييك وريسبيراتوري مونيتورينج. طيب بعد كده من الاخير حيتناوم في الاي سي يو وحاعطيه كل حاجه. طيب اللي نعطيهم 3 باك تو باك ونعمل لهم ري اسيس ونشوف اذا في ريسبونس وهل حنعمل لهم ديسشارج ولا هذا اللخبطه كلها في المودريت. كده فلحد الآن كده كبداية الصورة واضحة، لأنه لسه هو فيه أشياء تحت بس كبداية كل شيء تمام. طيب فقلنا لو كان مايلد وما في respiratory distress هنعطيه فنتولين في ER، نعمل discharge على الفنتولين وكيكو ستيرويد. سيفير اللي هو قلنا هنا البرام سكور حقه يكون من 7 أو من 8 ل 12. طيب وهذا عارف انه سيفير. طيب قلنا المايد فنتولين في الاي ار، بعدين ديسشارج على فنتولين كورتيكوستيرويد، واقول له كم مره في اليوم وكل كم ساعه، واعمل الكونسلنج ولا
كيف استخدم السبيسنج ديفايس واحوله على بولمونوجيست. طيب سيفير قلنا حنعطيكم الحاجه السلبيتامول والايبوتروبيا 3 باك تو باك والستيرويد والميجانيسم سلفيت، وحنعمل الاكس راي والاي بي جي عشان اكس راي عشان نشوف سيفيريتي ايش ايش اللي سبب الاكزازيفيشن، ايش اللي دخله في ايش اللي خلاه في سيفير كيس. طيب هل هي نيمونيا ولا ايش بالضبط، واذا نشوف الاذر فايندينجز اللي كانت فيه، والاي بي جي عشان السي او 2 ريتينشن وريسبيراتوري اكلوسيس واسيدوسيس زي ما شرحنا في البدايه، ونشوف ننتبه عشان لا يدخل في ريسبيراتوري فيلير. طيب زي ما قلنا نحتاج نعمل له ادمشن في الاي سي يو عشان كلوز مونيتور. طيب ايش كمان؟ طيب واذا احتاج انتوبيشن او ميكانيكال فنتيليشن ممكن نعمل له، فعلى حسب، لكن هذه الاساسيات في السيفير. طيب هنروح للمودريت. المودريت بيشنت حنعطيهم سلبيتامول وايبيتروبيوم اللي هو الانتيكولينيرجي 3 باك تو باك اوفر 1 اور، واعطيهم ستيرويد. تمام بعدين اعمل لهم ري اسيس اللي هو هنا. طيب اللي هم دول يكون البرام سكور حقهم ما بين السبعة، ما بين الأربعة والسبعة. طيب ويكون عندهم ريتراكشن لما بيتكلموا ما بيتكلموا فول سنتينز، يكون كده فيو ووردز. طيب الأكسجين ساتوريشن حقهم غالب يكون ما بين 90 و95. طيب فأول ساعة زي ما قلنا نعطيهم إيش؟ الفنتولين اللي هو السلبيتامول والإيبتروبيا 3 back to back in the first hour مع الأورال استيرويد. طيب وهذا هذه الدوز. بعد نص ساعة، هنا النقطة اللي أنا ماني متأكدة منها، دكتور محمد أبو عرش قال لنا بعد كل نص ساعة نعمل assessment. في يعني أغلب اللي لقيته إنه إحنا نعمل assessment بعد كل ساعة مش نص ساعة، فالأفضل أن تتأكدوا منه. طيب حنعطيه زي ما قلنا الـ 3 back to back البنتولين والإيبتروبيوم على الستيرويد، بعدين نعمل أسس. بعد ما نعمل أسس هنشوف هل البيشن دا أتغير من مايلد من عفوا من مودريت تو مايلد، صار البرام سكور حقه يعني، أو نقول مثلا بغض النظر عن البرام سكور نقول ما عاد صار فيه ريسبيراتوري ديستريس، هنا وقتها حنوقف الفنتولين وحنبدأ نشوف لو كمل 4 ساعات بدون الفنتولين، هنا وقتها أقدر أعمل له ديسشارج. طيب طيب يكمل 4 ساعات يعني، حتى حتسمع الدكاترة يقول نعمل له ستريتشنج 4 hours without فنتولين، يعني هنا هذه كده خلاص أقدر أخرجه. حنخرجه على إيه؟ هنخرجه زي ما خرجنا البيشنت اللي كان مايلد، اللي هو هنعطيه واحد وان دوز من البنتولين في الاي ار، وبعدين نخرجه على بنتولين باف وكورتيكوستيرويد باف، واعمل كونسلنج عامله كانه خلاص بعد ما عملت الثري باك تو باك واتحسن وحصل ستريتشنج 4 hours without بنتولين، اخرجه كانه خرجت واحد كان بمايلد اكزازيفيشن. لحد الآن تمام؟ عارفة ترى هو يلخبط شوية بس يعني كده مبدئيا تمام؟ هو يعني يبالو حبس يعني مو مرة مرات، لو كان ايوه بعد اول ساعة يعني في بعد ما خلصنا او بعد ما اعطيت 3 باك تو باك لو لسه صار احتاج فنتولين، لكن احتاج فنتولين بعد ساعة، بعد ساعة ونص، بعد ساعتين. طيب هنا اعطيه كمان دوز تاني للفنتولين في كل مرة يحتاج يعني اعطيه، بس احاول قد ما اقدر اعمل ستريتشنج. ايش يعني اعمل ستريتشنج؟ يعني اوكي انا اعطيته دحين،
حاول بدل ما أعطيه بعد ساعة أحاول قد ما أقدر أعطيه بعد ساعتين. طيب بعدين المرة اللي بعدها مو أعطيه بعد ساعتين، أحاول كمان أعمل stretching للتايم وأعطيه بعد 3 ساعات وزي كده. طيب ونشوف إذا قدر يكمل 4 ساعات في الطوارئ هنعمل discharge وخلاص يخرج. هذا لو كان هنشوف يعني قلنا في البداية إذا ما احتاج خلاص يعني أعطينا 3 back to back بعدها ما عاد احتاج فنتولين، بس هراقبه 4 ساعات وأشوف. بعدين إذا خلاص أموره تو هنعمل discharge. لا والله أعطيته 3 back to back وبعدين عملت له reassessment ولقيت إنه لسه يحتاج فنتولين بعد ساعة نص ساعة ساعتين، طيب أعطيه لسه فنتولين عبال الستيرويد ما يشتغل، وزي ما قلتي أحاول أطول المدة ما بينهم. هذه كده يعني إذا كان لسه مودريت. طيب كل مرة أحاول أطول المدة، في مرة كده أعطي بعد ساعة أعطي الفنتولين بعد ساعة، المرة الثانية أحاول قد ما أقدر أديه بعد ساعة ونص بعد ساعتين لحد ما أوصل 4 ساعات. لو كملت 4 ساعات وقتها أقدر أعمل له discharge زي أوصف له الحاجات اللي أعطيته، هي اللي أعطيتها في المايد اللي هي إني أعطي جرعة واحدة من الفنتولين في الـ ER وأخرجه على الفنتولين وستيرويد وأعمل الكونسلينج. لا والله إنه حاولت أعمل stretch طيب لكن برضو صار يحتاج كل ساعة وكمل 6 ساعات على الوضع ده، وأحتاج كل ساعة أحتاج فنتولين كل ساعة أحتاج فنتولين، هنا وقتها أحتاج أنوم. طيب لكن لو عملت reassessment للبيشنت ولقيت إنه يحتاج كل نص ساعة، طيب فأنا هنا صراحة النقطة ما هي مرة واضحة، بس إنه أنا هي لازم أحتاج إني أعطيه فنتولين. طيب يعني في البداية أول ساعة أعطيته 3 back to back طيب ومن ضمن الفنتولين، طيب بعدين بعد أول ساعة خلصنا أول ساعة عدت. طيب بعدين في النص الساعة الثانية أخذ فنتولين كمان، طيب فهذه كده كمل تقريبا 4 جرعات من الفنتولين. كمل الساعة الثانية أو النص الثاني من الساعة الثانية وأخذ كمان فنتولين وكده كمل 5 جرعات من الفنتولين. طيب دول هعطيهم IV مغنيسيوم سلفيت، هحول على السكند لاين هعطيه IV مغنيسيوم سلفيت وأعطيه IV ستيرويد، ونفس الشيء هعمل له assessment. إذا تغير أتحسن وقدرت أعمل له stretching بعد ما أعطيت IV مغنيسيوم سلفيت والستيرويد، إذا قدرت أعمل stretching 4 ساعات في الطوارئ بدون ما يحتاج فنتولين حيخرج as a mild case management. كده شفت كيف اللي عملناه في المايد؟ نفس الشيء فنتولين ويندوز في الطوارئ بعدين يخرج على فنتولين وستيرويد والكونسلينج. هذا إذا عملت stretch 4 ساعات بعد ما أعطيت IV مغنيسيوم سلفيت والستيرويد. لو أعطيت IV مغنيسيوم سلفيت والستيرويد ولسه برضو احتاج فنتولين وكمل 6 ساعات على الحال ده أنا حنومه، بس فين حنومه؟ حيكون في الوارد مو الآي سي يو. هذا لو كان يحتاج كل ساعة. لو بعد ما أعطيته كل شيء ولسه برضو يحتاج فنتولين كل نص ساعة فنتولين كل نص ساعة فنتولين كل نص ساعة فنتولين، وقتها أعمل له أدميشن في الآي سي يو، ممكن يحتاج الباي بابل سي بابل الحاجات دي. طيب فهي الحفلة كلها في المودريت، لأنه السيفير زي ما قلت لكم يعطي كل حاجة من البداية والأدميشن في الآي سي يو مع الأبروبريت إنفستيجيشن، والمايلد حاجة بسيطة يعني حنعمل له ديستشارج. فلحد الآن تمام، هذا المانجمنت في الأكيوت سيتنج لما يجيني بيشنت بأزمة إكزازيربيشن، مو المانجمنت تبع الكرونيك، هذا في الأكيوت. تمام يعني ممكن يجيكم في الأوسكي، ممكن يجيكم في الكومبرهنسيف سامتيف،
ممكن يجوكم إنه من البداية بسهل وسيمتومز يلا إيش الفيرست ستيب، ممكن لا يجوكم إنه بمودريت طيب وأعطيتوه 3 باك تو باك فنتولين طيب مع الإيبيتروبيوم والستيرويد، ويلا وبعد ساعة لما عملتي له أسس لقيتي إنه مثلا اتحسن، إيش حتسوي؟ الحالة دي هأعمل ديستشارج. لا قال لك والله لا ما اتحسن لسه بحتاج الفنتولين كل نص ساعة، فوقتها اعطيه الاي في مغنيسيوم سلفيت والستيرويد. تقريبا الاسئلة ممكن تكون بالصيغة دي. تمام، عارفة انه مرة يلخبط بس يعني حاولوا تفهموا. تمام ولا؟ طيب وهذه كده حاجات بسيطة للأزمة إزاز البيشن تلخص لكم الموضوع لو تحبوا ترجعوا له. طيب ندخل على آخر حاجة، النيمونيا. النيمونيا كلنا عارفين النيمونيا وعارفين كيف ممكن تجي القصة عارفين، لكن هنا في الفيديو غالبا نبغى نعرف عن الفيرال والتيبكال والإيتيبكال نيمونيا. طيب وعارفين انه احنا انه النيمونيا تتقسم، ممكن هوسبيتال اكوارد نيمونيا وكوميونيتي اكوارد نيمونيا، وغالبا اللي حنتكلم عنها هنا الكوميونيتي اكوارد نيمونيا. النيمونيا هي انفكشن لللنج بارينكيما من ضمنها الالفيولار سبيس والانترستيشال تيشو. طيب غالبا ممكن اما تكون بسبب انفكشن او ايوه الباثوجين، غالبا كيف حيكون الاكسس تبعه اما عن طريق الانهيليشن او البلد ستريم او يحصل اسبيريشن. طيب النيمونيا غالبا حيجون بفيفر وريسبيراتوري سيمبتومز، طبعا يعتمد اذا كان فايرال ولا بكتيريال ولا ايش كان السبب. طيب في الاكس راي هو اللي حنعمل هو الكونفيرماتوري تيست غالبا في النيمونيا. طيب في الأزمة بيشنت ترى ما كنا دائما نعمل إكس راي، حتى في البرونكولايتس ما كنا دائما نعمل إكس راي، لكن لما يجينا بيشنت وهاي سسبيشن إنه في نيمونيا لازم نعمل إكس راي. طيب الإتيولوجي أهم حاجة تعرفوها هنا إنه النونيت الموست كومن أورجانيزم بكتيريا اللي هو الجروب بي ستريبتوكوكاي، مو بس في النيمونيا حتى في حاجات تانية زي المينينجايتس. طيب هذه يعني أهم حاجة تعرفوها، حتى يعني أتوقع دكتور محمد شرح لكم موضوع الفيفر كيف تتعاملوا مع الفيفر في النونيت. طيب فممكن يكونوا سيبتك وواحد أنتم ما تدروا إنه بس جايين بفيفر، فهذه كده يعني دخلوها مع محاضرة الفيفر. طيب دولة ما تعرفوها، ممكن يجوا بكتيريا ممكن يجوا فايرل، غالبا عندنا الكلاميديا والآر إس في. طيب هذا عمر من 3 أسابيع ل3 شهور. نيجي للي حنتكلم عنهم اليوم اللي هم غالبا يكونوا بيجوا بفيرال. احنا هناك قلنا تقريبا في المخطط قلنا انه من عمر اتوقع من 2 لـ3 سنوات، ماني فاكرة، هنا كاتبين من 3 شهور لـ5 سنوات. فالايج جروب يعني يفرق شوية، يعني حتلاقوا كده في أماكن مكتوبة شيء وفي أماكن تانية مكتوبة شيء تاني. طيب بس غالبا اللي أقل من 5 شهور أعرفوا إنهم فايرال. إيش اللي ممكن يكون فايرال؟ إما RCV، إما إنفلونزا، إما أدينو فايروس، دول الكومن يعني، حتى لو دحين مع الوضع ده ممكن يكونوا يعني كورونا بأنواعه سواء سارس أو كوفيد. طيب هنيجي للعمر اللي أكبر، ممكن يكونوا بكتيريا ممكن يكونوا فيروس، بس هنا حنعرف يعني موضوع التيبكال والأتيبكال، فما في حاجة هنا يعني شيء most common زي الفيروس زي في التيبكال والأتيبكال اللي حنشوفه بعد شوية. طيب النيمونيا في الأميون compromised host حيفرق طبعا الديزيز، حيفرق في الساين والسيمتومز والكلينيكال presentation، حيفرق إذا كان البيشنت HIV ولا عنده لوكيميا، حيفرق إذا كان الإنفكشن بسبب جرام نيجاتيف أورجانيزم. طيب أو إذا كان بيشنت مثلا أميونو كومبرومايز حاطين له سنترال لاين وجاب ستافوريس
ممكن حتى أفكر يكون إمارة السين، خاصة لما يكون في مستشفى ترى دائما أفكر في إمارة السين. طيب وإذا كان في بيشنت جاي بكانديدا إنفكشن، سيرتيفيكال فيروس، أسبرجيلس والحاجات دي، بس هذه في الأميرو كومبرومايزد. طيب دول غالبا كده لهم تريتمنت لحالهم لأنه مرة يحتاجوا أجريسيف انترفينشن. طيب هنا النمونيا زي ما احنا عارفين ممكن نقسمها على حسب الاتيولوجي، اذا كان انفكتيف ولا نان انفكتيف. انفكتيف اذا كان فايرال بكتيريا فانجل او تي في، نان انفكتيف اذا كان بسبب التوكسين كيميكال او اسبيريشن، او ممكن على المورفو لوجيك تايب اذا كان لوبولر نمونيا او برونكو او انترستيشيا. بعدين عندنا نقدر نقسمها على حسب الديوريشن إذا كانت أكيوت ولا كرونيك، وفي إذا كان كلينيكال عن طريق إذا كان برايمري أو سكندري انفكشن. برايمري إذا غالبا كيف تيجي يعني ما في كده كوز معين، ممكن تكون تيبيكال وإي تيبيكال وهذه اللي حنتكلم عنها، وفي الكوميونيتي أكوار نيمونيا وهوسبيتال أكوار نيمونيا وبرضه اللي حنتكلم عنهم كلهم دول غالبهم كوميونيتي أكوار. طيب فقلنا عندنا النيمونيا ممكن تكون برونكو نيمونيا او لوبر نيمونيا. لو كانت برونكو نيمونيا هذه غالبا تكون بسبب فايرال، لكن اللوبر واللي نلاقيهم غالبا بسبب بكتيريا. طيب في البرونكو نيمونيا قلنا بسبب الفيروس، هذا واحد. اثنين غالبا تكون مو كل اللوب infected، أكتر حاجة يكون في اللور لوب. طيب وغالبا حيكون bilateral، فهيكون بسبب الفيروس وأقوم اللي في اللور لوب ويكون bilateral. طيب بالنسبة للوبر نيمونيا قلنا bacterial وغالبا كل اللوب يحصل له affected. طيب ممكن أوقات يكون unilateral ممكن. طيب هنا هذه اللوبر نيمونيا، هذه الشست اكس راي تبعها حنلاقي فيه كونسوليديشن هنا في في اللور لوب، وزي ما قلنا اللوبر نيمونيا غالبا ممكن يكون بكتيريا انفكشن. وهنا البرونكو نيمونيا طيب ما ح... يعني حتى شوف في فرق ما بين اللوبر، هنا باين الهايبر دينس اكتر من هنا، هنا حنلاقيها كده كنا بقع خفيفة. طيب دول البروكلي غالبا يعني هذه الكلينيكال بيكتشر، هذه في الاكس راي غالبا نلاقيها في الاكستريم اوف ايج يعني في الانفنت او الالدرلي. طيب غالبا فيروس بس ممكن البكتيريا تعملها، لو عملتها ممكن تكون بسبب الستاف ستريبت او نيمو كوكس والهيمفيلس انفلونزا. باتش كونسوليديشن ما لها علاقة كده بلوب معين. طيب يكون سيبرتيف انفلاميشن غالبا يكون بايلاترال زي ما قلنا، ممكن يكون في اللور لوب. الكلينيكال فيتشر بشكل عام ممكن تفرق عندي إذا كان نيو بورن وإنفنت. طيب إذا نيو بورن نادرا نلاقي إنه يكح، حيكون عندنا الحاجات اللي مرة مهمة حنلاقي إنه في بور فيدينج والفيبر، يعني اغلب نوا هم صراحه كده في النوني سواء في النيمونيا ولا في اي حاجه تانية. يعني احنا حنشوف ايش حنشوف فيهم، هم ما في غير بيناموا بياكلوا بيتحركوا، فالاكتيفيتي والفيدينج والسليب وضيفوا معاها اذا كان فيبرايل او اي فيبرايل، هذه الحاجات اذا شفناها في الاطفال يعني واحده فيهم اتاثرت يعني ممكن نخاف. لما يجيني بيبي فبراير بور فيدينج ديكريز الاكتيفيتي، طيب هذه كلها اخاف منها. طيب الريتابول طول الوقت بيبكي وما يقدر يتكلم، فتلاقيه طول الوقت بيبكي حيكون تكبنيك وهايبوثيرمي او فيبر. والانفنت غالبا كبار حنلاقي كده يعني سيمبتومز واضحه اكتر من النونيت، ف
حلاقيه جايب كف بفيفر بويزينج في كونجيشن ريسكيتيشن غالبا في البرونكيال بريثينج واللي حطنا ممكن كراكلز ويزينج على حسب. طيب ايش كمان في الاجزاء؟ ايوه في الفيزيكال اكزامينيشن ما اعرف اذا اخذت البي بي ال تبع الابدومين البين، بس كانت كده في واحدة من الحالات جايب ابدومين البين كده ابر ابدومين البين وكانت دايجنوسيس لوبر نيموني، وبرضه واحدة من الحاجات اللي ممكن يجي بيها ابدومين البين. طيب ايش كمان؟ طيب هذه كيف احنا ممكن حنعمل دايجنوسيس؟ حنعمل بلد كلتشر. البلد كلتشر ممكن نعمل كونفيرم، في نفس الوقت حنعرف ايش الانتي بايوتيك المناسب. طبعا مو كل البيشنت حنعمل لهم، يعني على حسب، غالبا في الام بيشنت هم اللي نعمل لهم. ممكن ناخذ السبيوتم كمان نعمل منه كلتشر، واهم حاجه عندنا زي ما قلنا التشست اكس راي عشان نشوف الفايندينج. سي بي سي حنشوف اذا كان في ليكوبينيا ليكوسيتوسيس حيفرق معانا، والاي اس ار حيكون هاي في البكتيريا الانفكشن. طيب هذا الجدول للريسبيراتوري ريت حيفرق معانا من عمر لعمر لانه في ايج فاريشن، فكل عمر له النورمال تبعه. طيب بعدين الانفستيجيشن زي ما قلنا تشست اكس راي سي بي سي، حنعمل سبيوتم بلاد كلتشر. رابيد انتيجين ديتكشن مو دايما، بس هي هذه اللي في البداية اكتر حاجة يعملوها. الانفيسيف برضو ممكن يعملوها بس الامينو كومبرومايز، لكن اذروايز مو دايما يعملوها. طيب التريتمنت كونسيدريشن هذه مرة مهمة، تيجوا تعملوا تحطوا بيشنت ميديكيشن سواء انتي بايوتيك ولا اي حاجة تانية. طيب مرة مهم أشوف إذا عنده أليرجي من أي ميديكيشن ولا لا، سواء بين كيلر زي المورفين زي أنتي بيوتيك يكون عنده أليرجي للبنسلين. أنا مرة لازم أعرف الحاجات دي، حيفرق معايا العمر. طيب لو كان إنفنت ولا نونيت لازم أنوم وأعطيه أي في. طيب خاصة يكون جايني فيفر ما حقدر أقول أعمل ديستشارج وأرجعهم البيت. إذا كان في resistant pattern، إذا كان في empiric therapy، الكومبلاينس لازم أعرف هل الأهل دولة لو خرجتهم على antibiotic معين هل حيلتزموا به ولا لا؟ هذه النقطة حتفرق معايا، وبما إنهم pediatric patient حيفرق معايا موضوع التيست of antibiotic، فأنا لما أعطي patient دواء طعمه يعني مرة سيء ما حتوقع إنه حيلتزم وحياخذ المضاد. طيب وهذه النقطة برضو تفرق معانا. طبعا الديوريشن اوف ثيرابي عشان يكون في appropriate duration. طيب هذه النقاط عشان اقرر هل حنوم البيشنت ولا حرسله على البيت. اذا كان toxic appearance عمره اقل من 6 شهور و severe respiratory distress وكان يحتاج اكسجين، وقلنا يا dehydration او vomiting أو unable to tolerate orally، هذول كمان نعملهم admission. طيب ولو مثلا خرجناه قبل كده على oral antibiotic ورجع لنا تاني وما كان في response، دول حنعملهم admission الميونو كومبرومايز طبعا. وإذا البيشنت يعني كنت شاك إنه ما حيكون non-compliant للميديكيشن، بدول أحتاج إني أنويهم وأعطيهم IV medication. طيب هذه أهم حاجة عندنا. طيب يعني هو غالبا اللي حتى دكتور محمد شرح لكم هو. فعندنا قلنا النموية حنفرق إذا كانت viral typical ولا atypical. إذا كانت viral قلنا common age group من 2 to 3 year old، والأورجانيزم غالبا حيكونوا RCV influenza adenovirus كورونا. clinical manifestation للviral حيكون low grade fever وrunny nose bilateral wheezing. عشان كده بعضهم كانوا يلخبطوا، يعني في ناس كانوا يلخبطوا في البرونكيولايتس. طيب بس عندنا الايج جروب يفرق معانا، والتشست اكس راي هنا حلاقي bilateral infiltration.
المانجمنت غالبا سبورتيف، خاصة إذا ما في ريسبيراتوري ديستريس، طيب لأنه فايرل. حيفرق معانا هنا إيش في التيبيكال والأتيبيكال. الأتيبيكال قلنا يجي بري سكول إيج، يعني من عمر 5 لـ 7 سنوات. طيب الأورجانيزم عندنا مين؟ المايكوبلازما نيمونيا، دول حيجوا بكف، ممكن يجوا بفيبر وممكن لا. طيب حيجوا براني نوز وبايلاترال ويزي. البيشنت انتو تشوفوه حيكونوا يعني لوكس ويل، طيب وممكن ما يكون يعني ريسبيراتوري ديستريس، طيب لكن حتيجي تعمل تشيست اكس راي، اللي يشوفها ما يقول انه هذا البيشنت هذا الاكس راي حتبعته من كتر ما انها مره سيئه. طيب فهذا هو الاتيبيكال. هنلاقي في الاكس راي بايلاترال انفلتريشن، بس طبعا أسوأ من الحاله اللي مره سيئه. طيب المانجمنت حنعطيه أزيثروميسين عشان تكفر المايكوبلازما نيمونيا. بالنسبة للأتيبيكال في أي عمر تيجي؟ طيب طيب النقطة هذه اللي هو حيفرق الأورجانيزم إذا كان في لوبال كونسوليديشن لحاله بس، فأنا أفكر في ستريبتوكوكس نيمونيا. لو كان عندي لوبال كونسوليديشن وفي بلورال إفيوجن، فأنا أفكر كمان في الأكثر في الستاف أوريوس، لكن أحط في بالي برضو إيش إن ستريبتوكوكس نيموني هو المور كومن، لكن كمان أحسب حساب الستاف. طيب دول التيبكال نيموني غالبا حيجوني بهاي جريد فيفر وكف ويوني لاترال، مش باي لاترال، يوني لاترال اير انتري. طيب ديكريز الاير انتري، طيب وكونوا مره سك، والأكسجين ستوريشن غالباً حيكون عندهم لو أو ممكن يكون نار، حيفرق من بيشنت لبيشنت. وآخر حاجة إيش ممكن بساين أو سيمتومز للريسبيراتوري ديستريس، نعمل إكس راي حنلاقي إيش كونسوليديشن. طيب لو جاني لوبر كونسوليديشن لحاله، فأنا أعطيهم هاي دوز أموكسيسيلين. طيب لو جاني بلوبر كونسوليديشن وبلورال إفيوجن، فأنا عشان حسبت حساب الستاف أوريوس، فأنا لازم أعطي يا فانكو يا كليندا. طيب لو البيشنت مرة سيك، طيب فأنا أفضل إيش الآي في. طيب لأن حتى كمان الأورين طالع فوق إنه ممكن تكون واحدة من الانديكيشن للهوسبيتاليزيشن، فأنا أعطي أمبيسيلين عشان ستريبتوكوكس نيموني، أو أعطي فانكو إذا كنت suspect للستاف، وهو على حسب البيشنت. في التيبيكال أنا أقرر إيش الأنتيبيوتيك تبعه. طيب هذه الأوت بيشنت أنتيبيوتيك أغلبهم بدوهم أموكسيسيلين جنتامايسين. طيب لو عنده حساسية حصرف له أزيثرو. وهذه الكومبليكيشن ممكن يحصل أبسيس، بلورايتس، بلورال إفيوجن، إمبيما وسيبتسيميا. طيب حاجات كومبليكيشن تانية برا إكسترا بالمونري، ممكن سيبسيس، مينجايتس، سينسايتس، ديهايدريشن، أوتايتس ميديا، يعني هذه الكومبليكيشن ممكن تحصل. بس كده نقول خلصنا. هذه إكس راي كانت موجودة في المحاضرة، وتحبوا تشوفوها. بس هذه الريفرنس. في حاجة مهمة مفهومة ولا كده؟ احنا خلصنا. لو عندكم اي سؤال استفسار عادي اسألوني، إذا تحتاجوا أي حاجة برضو كلموني، ما عندكم أي مشكلة. تمام، وبالتوفيق للجميع.